بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قارة أفريقيا تعشق المفاجآت. النهاردة حاجات غريبة جدا جدا بتحصل في بطولة كأس الأمم الإفريقية. إيه اللي بيحصل في كأس الأمم الإفريقية؟ زي ما حضراتكم شفتوا مباريات لا تكتمل لنهايتها، من زمان ما شفناش هذا الموضوع. قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية الكل أجمع أن احنا من المفترض أن احنا هنشوف مستوى فني جيد، مستوى تنظيمي جيد، مستوى أمور كثيرة جدا تخص بطولة الأمم الأفريقية، ولكن اللي النهاردة شفناه حاجة فوق الخيال. أن مباراة كلنا عارفين أن كرة القدم، مباريات كرة القدم 90 دقيقة والوقت البدل الضايع، ده اللي احنا عارفينه. النهاردة كان في شيء مختلف، أن حكم المباراة، حكم مباراة تونس، منتخب تونس ضد منتخب مالي، عمل ايه؟ جه في الدقيقة 85 نهى المباراة، فكلنا قلنا أكيد الساعة بتاعته بايظة، يعني في حاجة، في حاجة تخليه ينهي المباراة في الدقيقة 85. فعلاً الساعة بتاعته كانت بايظة، فالراجل يعني كذا حد نبهه وقال له يعني يا سيكوزي ما خلي بالك المباراة لسه فيها شوية. فالراجل قال لك ايه؟ قال لك ماشي، لعب للدقيقة 89 و50 ثانية ونهى المباراة برضه، ما كملش الدقيقة 90. يعني تخيل حضرتك ان الموضوع ده بيحصل في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع واحد من المفترض ان هو من الحكام الكويسين. حضرتك عارف ان هذا الحكم حكم نهائي كأس العالم للأندية؟ خلي بالك انا معلوماتي اللي بقولها ما بقولش معلومات غلط زي بعض الناس، انا بقول معلومات صحيحه الحمد لله والشكر لله، لكن الناس اللي بتطلع تتهرب وتقول اي كلام يخص امور اخرى وتيجي على السؤال اللي الواحد بيساله ما يجاوبش، عايز يوديك في مليون حته، انتوا عارفين انا اقصد مين طبعا. فالناس اللي بتقعد تقول اي كلام وتقعد تلف وتدور في الكلام وما تجاوبش على السؤال، انا الحمد لله معلوماتي صحيحه. فالمعلومات الصحيحه اللي انا بقولها ايه؟ ان هذا الحكم المفروض كره القدم اللي احنا عارفينها 90 دقيقه، النهارده الحكم غريب جدا وبيعمل حاجات غريبه جدا. والحقيقه طول المباراه برضو يعني ضربه الجزاء بتاعت اللي اتحسبت على تونس، اوكي ركله جزاء، ركله الجزاء اللي اتحسبت على مالي واضحه بالظبط شبه بتاعت تونس، راح وبص على الكوره وراح شافها على في الفار ورجع بعد كده حسبها، واللعيبه تجري وراه ويجري ورا اللعيبه، حاجات غريبه بتحصل. المهم برضو جه في الدقيقه 89 و50 ثانيه ونهى المباراه وخلص المباراه، الدنيا كلها راحت حواليه. يا عم لسه بدري، المدرب بتاع، طب يا اخي انت لو عندك شويه يعني تفكير ايه اللي يحصل، سنس احساس، ان تخيل حضرتك انت لقيت المدير الفني بتاع منتخب تونس جاي جري وراح وقف وقال لك قال الساعة، ده بص اللاين مان اللي جنبك واقف واضح ان هو عمال يقول لك الساعة التوقيت بتاع، مفيش حد، كل ده كأن هوا بيتكلم. لا بجد والله النهاردة حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا جدا راح بيشوفها النهاردة. يا جماعة مش لهذه الدرجة كأس الأمم الأفريقية تصل إلى هذه الدرجة، وبعدين اخطاء كثيره جدا. المباراه اللي بعدها على طول، اللي بعدها على طول موريتانيا، مش عارف بتلعب منتخب موريتانيا بيلعب منتخب جامبيا، ايه اللي حصل؟ سلام وطني بيتعزف غلط لمنتخب موريتانيا، واللعيبه بتوع منتخب موريتانيا حقهم طبعا، هو انا بروح انا بمثل بلدي الوقفه اللي احنا بنقفها دي وانت بتسمع نشيد الوطني لبلدك؟ دي حاجه شرف كبير جدا جدا. انا شخصيا لما تيجي الواحد مكان الواحد بيمثل مصر وبيقف في هذا المكان، كنت بتلاقي دايما جسمك بيقشعر، والله بجد جسمك كان بيقشعر من من اللي انت بتسمعه ومن النشيد وطنك. ف طيب، فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان يعني الواحد مستني يسمع النشيد الوطني، فحضرتك بتعزفه له غلط، فمش هلعب بقى يلا. انا بقول لحضراتكم وطبعا فيها يعني اهانه بالمناسبه، لانه ما ينفعش ان يحصل حاجه زي دي بصراحه، يعني بصراحه ما ينفعش يحصل حاجه زي دي. فتخيل حضرتك ان كل ده بيحصل في افريقيا،
ثالث أفضل بطولة في العالم. وجهة نظري إن هي كده بالفعل، هي ثالث أفضل بطولة في العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية. تيجي بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو من المفترض إن إحنا نشوف كده. تخيلوا حضراتكم إن إحنا حتى المستوى الفني اللي بنشوفه مش عاجبنا. يعني النهاردة الناس بتقول لك كأس الرابطة بدأت النهاردة بالمناسبة، وماتش المصري والمقصة ماتش حلو جدا، الناس قاعدة تتفرج عليه. قال لك أنا سامع وشايف في السوشيال ميديا بتقول إيه، إن مباراة المقصة والمصري 3-0 في أول نص ساعة وماتش حلو قوي، أحلى من بطولة كأس الأمم الأفريقية. ماتش الاتحاد وبيراميدز نفس الكلام، 2-1 للاتحاد في كأس الرابطة، وكان في إثارة ورايحة جاية، وكابتن حسام حسن وكابتن إياب جلال، وطرد اللعيب من الاتحاد وسليف مورو من الاتحاد وهكذا، في إثارة وفي بتاع. لكن أنت وأنت بتتفرج على كأس الأمم الأفريقية عمال تتاوب، عمال تعمل، والله عمال تتاوب وعمال تعمل كده، باستثناء يعني ها مباراة كوت ديفوار اللي أنا كنت بتفرج عليها دلوقتي دي، يعني ها شوية شوية مباراة لطيفة. فيعني الحقيقة حاجة غريبة جدا جدا الواحد بيشوفها في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وبعدين إن الغريبة بقى إن جاني سيكازوي ده الحكم اللي كان بيحكم مباراة منتخب تونس مع منتخب مالي، سجله له سجل طويل جدا وعريض من القرارات الغريبة والعجيبة والمثيرة للجدل. تخيل حضرتك في 2016 في نهائي كأس العالم للأندية، ريال مدريد بيلعب فريق اسمه كاشيما الياباني، و2-2 والمباراة رايحة لوقت إضافي، وفي الوقت ده في الوقت الإضافي ده كان راموس يستحق الطرد. تخيل عمل ايه؟ خاف منه ورفض يخرج الكارت الاحمر في مشهد كان غريب جدا 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 في نفس السنه. تعالوا بقى للوقائع بتاعته معانا احنا، احنا في نفس السنه تقريبا تصفيات امم افريقيا. امم افريقيا على ما اتذكر 2017 انهي مباراه؟ مصر ونيجيريا، منتخب مصر بيلاعب منتخب نيجيريا، وصلاح رايح انفراد. طبعا لو حضراتكم فاكرين الناس اللي بتبقى متابعه كره قدم وعارفين فاكرين الواقعه دي، ومصر كلها مستنيه. كنا هنحسم بقى الصعود وخلاص، وهتكسم هتحسم الصعود وتصل الى كاس الامم الافريقيه، نهائيات كاس الامم الافريقيه. تخيل حضرتك ايه اللي حصل، امتوت مصفر نهائي المباراه وما لعبش الوقت البدل الضايع ولا حاجه. طيب نهائي كأس الأمم الأفريقية في 2017، افتكروا الماتش ده برضو، متقدمين 1-0 بجون النني لو تفتكروا أمام الكاميرون. البطولة اتسرقت مننا من في آخر 5 دقايق في بجون في فاول صريح صريح في الكاميرون على الكاميرون في النهائي. يعني لو كان في فار كان مستحيل تعدي. تخيلوا حضراتكم اللي أنا بقوله ده كله، ومع ذلك النهاردة هذا الحكم لا يكتفي باللي عمله خلال السنوات اللي فاتت، وجاي السنة دي يعمل فضيحة ليست إفريقية فقط ولكنها فضيحة عالمية. يا عم إسلام ما تكبرش، لا اسمعوا حضراتكم وتعالى أقول لحضراتكم عناوين الصحف العالمية بعد هذه الواقعة ماذا قالت. شبكة يورو سبورت مثلا في نسختها الفرنسية كان 2022 السريالية. السريالات دي يعني اللي بلا قواعد، يعني عشان تبقوا حضراتكم عارفين، مالي تفوز على تونس 1-0 بعد نهاية المباراة مرتين قبل الدقيقة 90. صحيفة ذا سان البريطانية بتقول ايه؟ ده على كأس الأمم الأفريقية، مشاهد هزلية، الحكم ينهي مباراة كأس الأمم الأفريقية مرتين في وقت مبكر حيث يندفع الأمن للدفاع عنه من مقاعد البدلاء تونس الغاضبين. شبكة فوتبول 365 الفرنسية، مالي تفوز بعد فضيحة أمام تونس في أمم أفريقيا 2021. هي فضيحة، هي فضيحة يا جماعة، مش هينفع نقول حاجة تانية. صحيفة مايز فوتبول البرتغالية العنوان بتاعها قال ايه؟ برضه مباراة سريالية، عايزين نقول ان السريالية دي معناها بدون قواعد. الحكم حاجة من الخيال يعني،
الحكم ينهي مباراة تونس ومالي مرتين في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 89 50 ثانية. قبل الدقيقة 90. تخيل حضرتك مدى الظلم اللي بتتعرض له تونس ده غير طوال المباراة واللي بيحصل. يعني حاجة غريبة جدا 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 يا جماعة. احنا عايزين نتفرج على بطولة افريقيا، عايزين نتفرج على منتخب تونس ونتفرج على منتخب مالي، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر ما ينفعش يا جماعة. بهذا الشكل وبهذا المنظر نحن نصل إلى فضيحة عالمية زي ما حضراتكم شايفين. أنا جايب لحضراتكم الكلام اللي بيتقال كله، الكلام اللي بيتقال كله في العالم كله، في البرتغال وفي فرنسا وفي انجلترا ولسه. طيب بخلاف ان النهارده منتخب الجزائر ايه طلع بعد التمرين ما لقاش الاتوبيس بتاعه، ركبوا ميكروباصات كده، لموا من بعض ميكروباصات ويلا بينا. بتحصل يعني شفناها، يعني الصور معانا حصلت معانا كذا مره واحنا بنلعب في افريقيا يعني. فالحقيقه الواحد الحقيقه زعلان جدا 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 من الشكل العام اللي احنا شايفينه، لانه يعني كاس الامم الافريقيه يا جماعه، كاس الامم الافريقيه بتمثل كل افريقيا، تمثل من اول مصر فوق لغايه جنوب افريقيا تحت. ان احنا نصل لهذه الدرجه، حكم او بعض الحكام، هو مش الحكم ده بس، الحقيقه في فضائح كتيره بتحصل خلال الفتره اللي فاتت، وياما اتكلمنا عن اخطاء التحكيم وفضائح التحكيم مع الاهلي ومع غير الاهلي برضو خلال الفترات اللي فاتت. ولكن ان يصل الموضوع ان انا انهي مباراه مرتين قبل الدقيقه 90. طيب خلينا نروح لزميلنا الاعلامي التونسي هيثم الرشدي، برضو بيقول لنا ايه الاجواء في تونس واللي بيحصل ده، هل ده طبيعي؟ هل كانوا شايفين الحكم؟ طب مش عارف الحقيقه، يعني احنا متنرفزين من اللي حصل النهارده، فنسمع راي الاعلام التونسي في هذا الامر. استاذ هيثم ازاي حضرتك؟ كابتن اسلام اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بكافه الاساتذه المشاهدين، وتحياتي ليك وتحياتي لكل الشعب المصري. اكيد عندنا مثل في تونس يقول لك كثر الهم يضحك. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا النهارده لسه قبل ما حضرتك تخش معانا جايبين قد ايه العالم كله بيتكلم على هذه الفضيحه، مرتين بتنهي مباراه قبل يا اخي، اللي يكسب يكسب واللي يحصل يحصل. لا نحن النهارده نحن اليوم منتخبنا يعني ما كانش حتى في اوج عطائه، ما نحكيش على الكوره معناها، بل بالعكس الحكم في خلال المباراه بالعكس كان اعطى ضربه جزاء للمالي، اعطى ضربه جزاء للمنتخب الوطني التونسي، اعطى ورقه حمراء للمنتخب المالي. ولهنا بصراحه كابتن سليم اللوم مش على الحكم، لانه بان بالكشف وحتى بالاخبار اللي جايه من لمبي كونه الحكم بعد المباراه تعرض لوعكه صحيه وما كانش حتى قادر حتى يغادر ارضيه الملعب. شفناه حتى في صور كانت حالته الصحيه متعبه جدا، حتى في اخبار تؤكد كونه الحكم تعرض بعد المباراه يعني كان خضع الى علاج خاص يعني حاسه اكسجين يعني خلال بعض في حجرات الملابس. يعني كان غير قادر بين بالكاشف بين الحكم كان غير قادر، ولهنا كان واضح جدا انه الحكم لما اعلن في الدقيقه 79 تقريبا، مش كنا شاهدنا الناس كل الصوره، كان اعلن بيديه على اشاره 5 دقائق. يعني مزبوط. هناك ظاهر هناك خلل بالنسبه للحكم، وكونه فما خلل في الساعه اول حاجه بالنسبه للحكم اللي هو عنده 10 دقائق تاخير في ساعه الحكم، ووقت اللي اعلن في الدقيقه 85 على نهايه المباراه في المرة الأولى كان واضح بالنسبة للحكم كان المباراة انتهت واستوفى الوقت الإضافي. لهنا اللوم كل اللوم على حكام الفار، على الحكام المساعدين الأول والثاني، على المنظومة كلها يا كابتن هيثم، على يعني على المنظومة. نعرف جيدا أن الحكم قبل إعلانه على المباراة كان يعلم الفار يقول لهم سأعلن على نهاية المباراة، وهذا من قوانين جديدة في لوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد الأفريقي. يعني ولا واحد حتى في المرة الثانية لما أعلن على نهاية المباراة كان من المفروض الحكم الرابع هو اللي يتوجه للحكم ويقول له راه مازال هناك 5 دقائق، والا كان حتى يغير معاه الساعه، ولا كان ثم تصير ما يخليوش الحكم يعلن على نهايه المباراه. ولكن بصراحه هذه من الفضائح، وحتى كان هناك رئيس لجنه التنظيم كان موجود، كان اعضاء لجنه التنظيم المسابقات كانوا موجودين وحاضرين، وكان واضح للعيان يعني اللي كانت الناس اللي شاهدت المباراه من التلفزيون كان واضح كان هناك حاجه غير مضبوطه مع الحكم، كان هناك خلل بالنسبه للحكم، كان المفروض يوقف المباراه قبل نهايتها.
والا حتى عند نهايه المباراه ووجهوا للحكم ويقولوا ويصلحوا له الخطا، وكان واضح كانوا المفروض كان الحكم الرابع هو اللي يكمل العشر دقائق الاخيره للمباراه، لانه استيكازوي حتى كان لما شفناه في صوره الورقه الحمراء لما راح يشيك عليها في الفار كان ضيع مكان الفار، كان ضاع، وبعد هذا ما اسدوا حتى التقرير الطبي، كان استيكازوي حالته الصحيه بعد نهايه المباراه كانت تستوجب تدخل طبي سريع. لهنا يعني يرفع الحرج، يرفع اللوم على استيكازوي، واللوم يكون على المنظومه كلها، على منظومه الحكام. وبصراحه قاعدين نشاهد ماذا يحدث في الحكام، تقريبا 13 حكم مصابين بفيروس كورونا، نعرفوا الحكام كلهم موجودين في مكان واحد في نزل واحد. اليوم 13 حكم، بعد نهارين نلقاو كل الحكام ترجع وتعاف. يعني هناك لخطه ولخطه كبيره خاصة في التنظيم. شفنا يوم المباراة الأولى الافتتاحية الحكم التونسي هيثم جيران كان رايح يدير مباراة فار في الـ في الـ في الـ في المباراة الثانية، نلقاوه يزفر مباراة، يدير مباراة حكم رابع في المباراة الأولى ويعاود نفس المباراة الثانية يوم الافتتاح. لا، من الواضح إن في حاجة مش مظبوطة في موضوع التحكيم. طيب هيحصل إيه؟ الاتحاد التونسي أو الجامعة التونسية هتعمل إيه في هذا الأمر؟ الجامعه التونسيه كانت اتصلت بكل المسؤولين خاصه بالنسبه للاخصائيين القانونيين الرياضيين في تونس. نعم. ونعرفوا لتونس تذكر بهم، وهذا قرار اتخذه رئيس الجامعه اللي هو عندما الحكم الرابع كان طلب من زوج فرق كانوا يرجعوا ينزلوا لارضيه الميدان، المنتخب المالي كان ضخ ورجع نزل لارضيه الميدان، لكن الاتحاد التونسي كان تمسك وكونه بالمباراه توقفت في الدقيقه 89، يعني منتخبنا مازال عنده الحق في دقيقه وقت ضايع، دقيقة وقت المباراة وخمسة دقائق أو على الأقل ستة دقائق وقت بديل، يعني المباراة حسب الفصل السابع من مادة المادة التحكيمية السابعة لوائح الاتحاد الدولي، كون المباراة لن تنتهي في وقتها، ومنتخب الوطني التونسي والاتحاد التونسي سيطالب أو طالب رسميا لجنة التنظيم والاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة، ولو أنه كصحفي لكن هذا ما حدث، ولو أنه كصحفي لا أشاطر هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التوجه، لانه بصراحه كان المفروض علينا كانوا نعود للمباراه، لانه سيكازوي لم يغير شيء، والاخطاء كانت موجوده وكانت واضحه، وكانت هذه على الاقل ورقه تحسب للمنتخب الوطني التونسي. لكن هناك من يرى ايضا كونه من حق المنتخب الوطني التونسي ان يدافع، ولو انه على 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 حدود منتخبنا الى ابعد ما يكون، وبصراحه لما لا، لانه هي صارت سابقه في تاريخ المسابقات، وكانوا مباراه يتم اعلان نهايتها قبل النهايه نتاعها قبل وقتها القانوني، لما لا تكون سابقه ايضا للاتحاد الافريقي ويعيد المباراه حتى يحسب ما وجه هذه المسابقه. كابتن هيثم، ممكن امتى القرار يظهر؟ امتى يظهر القرار؟ احنا الحقيقه المصريين بينتظروا القرار كانه يعني كانه بيحصل مع مصر، والله بجد يعني ما اعرفش، اكيد انت متابع وعارف، فالناس كتيره مستنيه ايه اللي يحصل. كابتن اسلام، نحن شعب واحد. طبعا كابتن اسلام، راهو اللي حصل اليوم على تونس كان ممكن يحصل على مصر، جدا ممكن يحصل على اي منطقه، وخاصه في اطار الحمله اللي صايره هذه ضد المنتخبات. برافو عليك، برافو عليك، خاصه في الحمله اللي صايره ضد منتخبات شمال افريقيا، وكانه قسمونا، يعني اصبحنا منتخبات شمال افريقيا ضد منتخبات افريقيا جنوب الصحراء، ولو انه هذا معناتها ما فيهوش حتى مصداقيه، ما فيهوش حتى صحه مع الكلام هذايا. وشفنا جيدا خاصه روجي ميلا اسطوره كره القدم الكامرونيه لما خرج في التصريح نتاعو، كان تهجم على مصر وتهجم على المغرب وتهجم على على المغرب وتهجم على بلدان شمال افريقيا. يعني بصراحه ماناش في وضع الان، لانه من المفروض بالنسبه لروجي ميلا لو كان تهجم على مصر والمغرب وتونس وشمال افريقيا كان وجه الخدمه انتقاداته اللاذعه للكامرون وللاتحاد الافريقي اللي اصر كانوا يلعبنا بمثل هذه المسابقه في مثل هذه الظروف، وقت نشوفوا جائحه كورونا كيفاش اجتاحت القاره السمراء. انت عارف اليوم مباراه المنتخب الوطني التونسي الاول المباراه الاولى اللي لجنه التنظيم تتخذ القرار باجراء هذه المباراه بشبابيك مفتوحه، يعني ابواب مفتوحه دون بي سي ار، دون الاستظهار ولا حاجه ولا اي حاجه تثبت، لانه شفنا المباريات كلهم داروا تقريبا امام مدارس خاليه، لانه ليست هناك جماهير تناولت التطعيم ضد فيروس كورونا. طبعا ايضا لانه ليست هناك تحاليل بي سي ار حتى نتمكن من اجرائها بالنسبه للجماهير، يعني نطلب شيء اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. مظبوط. المستحيل هي اذا كان الكامرون لم تتجاوز 1.6%
من نسبة التلقيح بالنسبة للبلد ككل. فبماذا تطلب الجماهير أن تكون حاصلة على اللقاح أو حاصلة على المسحات البي سي آر قبل المباريات؟ يعني عديد الأمور، عديد لخبطة كبيرة. وأيضا نجد حاجة أخرى اللي ما يحصل الآن خاصة في ليمبيا أو في المكان الذي يقيم فيه المنتخب الوطني التونسي، المنتخب المالي، منتخب غامبيا، ومنتخب موريتانيا. اليوم صباحا كانت هناك اشتباكات بين القوات المسلحه الكامرونيه والقوات الخارجه عن القانون وبوكو حرام، وكان هناك زوز وفيات بالنسبه من المدنيين في الكامرون. وهذه هنا فما تكسب كبير برشا على كل ما يحدث من هذه التجاوزات. ونعرف جيدا كون سلامه لاعبي وسلامه المنتخبات وسلامه الوقود اهم من اي شيء، مليار مره الهم، مليار مره من اي بطوله عالم واي بطوله افريقيا في هذه المسابقات. يعني ولا يزال تعنت الاتحاد الافريقي ولا يزال تعنت المسؤولين على اصرار كونه تنظيم. وانا اكد لك حاجه كابتن، نعم، من المنتظر كونه لن تدور المباريات بالنسبه للدور النهائي في ليمبي، لانه انت واصل الشيء على نفسه لن تدور المباريات خاصه في ليمبي، لانه الاجواء مشحونه ومشحونه جدا خاصه على المستوى الامني. طيب اخيرا، متى سيتم اتخاذ القرار من وجهه نظر التونسيه؟ يعني امتى هنسمع المباراه دي هتعاد ولا لا؟ المفروض الاتحاد الافريقي عليها غدا على اقصى تقدير طبعا ان يجيب الاتحاد التونسي، لانه نعرف جيدا هذه المسابقه وهذه في مباريات مضبوطه في رزنامه مضبوطه. على الاتحاد الدولي ان كان ليس الليله او غدا صباحا باكرا يكون ان يعطينا بالقرار الرسمي. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب التونسي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز والاعلامي الكبير الاستاذ هيثم الرشدي. انا بشكرك يا كابتن هيثم على وجودك معانا. زي ما حضراتكم سمعتوا ايه اللي بيحصل، الناس كلها مستغربه، الناس كلها مش شايفين ان في حاجه غريبه بتحصل الحقيقه. زي ما انتم شايفين وانت قاعد بتتفرج كده، زي ما بقول لك كده، بتبقى قاعد يعني الماتشات مش حلوه من الناحيه الفنيه، ما فيش جمهور في الملعب. زي ما سمعتوا من هيثم ان كل الناس اللي موجوده 1.6% هم بس اللي خدوا تطعيمات ولقاحات في الكاميرون. وبالتالي عندما كان يريد البعض في الفيفا ان هو يؤجل هذه البطوله علشان كاس، علشان التطعيمات وعلشان كوفيد 19 والوضع الوبائي في الكاميرون، الناس كلها هجمته والناس كلها عملتهم وبتاع، بخلاف ان الوضع الامني ادينا بنشوف وبنسمع دلوقتي ايه اللي بيحصل. ودي يعني اللي بيحصل ده الحقيقه شهادة نجاح للدولة المصرية. 2019 أربع شهور عملت افتتاح ومليت الاستادات وعملت كل حاجة كل حاجة كل حاجة في 2019، واستضفت كل الجماهير الأفريقية. افتكروا حضراتكم المباراة النهائية الجزائر والسنغال، الاستاد كان عامل ازاي؟ افتكروا بس. عموما أنا مش عايز أدخل نفسي في مقارنات، لأنه الحقيقة أتمنى لكل الجميع، لكن أنا لازم أقول يا جماعة مصر بتعمل إيه ومصر بيحصل فيها إيه. لازم أقول هذا الكلام، لازم عشان مصر. الكاميرون أجلت مرة واثنين وثلاثة عشان يحصل اللي احنا بنشوفه ده. أنا مش عايز أقول علاقتي باللاعبين اللي موجودين في المنتخب والمدربين والكلام ده، بنتكلم مع بعض كتير، قد إيه الناس متضايقة جدا جدا من الأداء وسوء الأداء اللي عملوه امبارح، ولكن من الإقامة هناك. في أمور صعبة جدا بتحصل، يعني جروة، يعني للناس اللي راحت لعبت بقى في جروة وعارفين جروة كويس جدا، جروة الكاميرونية، أنا رحت لعبت 3-4 مرات هناك وعارف الدنيا ماشية ازاي وبيحصل ايه، وغيري من اللاعبين عارفين في جروة بيحصل ايه. بس هو دي الأجواء الأفريقية، هو ده الطبيعي. يعني مفيش حاجة، أنا قصدي أقول لا مفيش حاجة، لكن هو ده اللي بيحصل، ده الطبيعي اللي بيحصل في أفريقيا يا جماعة بالمناسبة. فنتمنى إن شاء الله، أتمنى يا رب ده مصر يا جماعة اللي حضراتكم شايفينه، ده مصر. الاستاد مليان على آخره، كل حاجة حلوة، كل حاجة جميلة، من حقنا إن احنا نفرح ونتكلم على نفسنا. أنا لا أشكك في أحد، أنا بتكلم على بلدي، ما بتكلمش على حد، مش حاجة على بلدي أنا وما أتكلمش وأستنى الناس اللي بره هي اللي تتكلم، لا، أنا لازم أتكلم على بلدي ولازم أقول إن بيحصل. أنا مش لا أشكك في أحد، والله بجد يا جماعة أنا لا أشكك في أحد، ولكن في 4-5 شهور حصل اللي حضراتكم شايفينه. بنحترم كل الناس وكل الدول، ولكن من حقي ان انا اقول ان انا عندي بلد قادره على تنظيم اي ايفنت رياضي او اي حدث كبير في كل حاجه، الحقيقه، مش
في رياضه بس، شايفين منتدى شباب العالم دلوقتي واللي بيحصل فيه هناك في شرم الشيخ، شايفين اللي بيحصل في كاس الامم الافريقيه وعرفتوا الفرق. برضو لا اشكك في احد، ولكن من حقي ان انا افرح واتبسط ببلدي. ما نشوف ايه اللي هيحصل تاني في كاس الامم الافريقيه. والحقيقه يعني زي ما قلت لحضراتكم الموضوع اصبح الحقيقه كل يعني العالم كله دلوقتي بيتكلم على الحكم الذي انهى مباراه مرتين قبل نهايتها، مره في الدقيقه 85 ومره في الدقيقه 89. امبارح اكرم توفيق تاكد النهارده ان هو اصيب في الرباط الصليبي. كابتن سعد عبد الحفيظ قال انه تواصل مع اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي بعد الاصابه اللي تعرض لها طبعا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا. قال كابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلا مستمرا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجاري حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم. ألف ألف سلامة لأكرم توفيق، واحد من أهم وأفضل اللاعبين في مصر وفي النادي الأهلي الحقيقة خلال الفترة الأخيرة. إن شاء الله إن شاء الله هي 6 7 شهور 8 شهور بالكتير ويرجع أكرم توفيق أفضل من الأول. هو صغير في السن، فالسنة دي إن شاء الله أو 6 7 شهور دول مش هيفرقوا معاه، محتاجين شوية روح وعزيمة. الإصابة دي محتاجة شوية روح وعزيمة وصبر، وهترجع اقوى ان شاء الله اكرم من الاول. كل جمهور مصر مش الاهلاويه بس، كل جمهور مصر بيدعي لك وان شاء الله ترجع بالف سلام. موسيماني بيضم 22 لاعبا لقائمه الاهلي استعدادا للجونه، استعدادا لكاس الرابطه. قائمه النادي الاهلي لمواجهه الجونه مصطفى شوبير وحمزه علاء ثم مصطفى مخلوف. انا برضو عايز برضه اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في او اللاعبين الناشئين اللي موجودين، مصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفه نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن محمد احمد شرقيه زياد طارق محمد اشرف احمد اشرف محمد فخري احمد سيد غريب صالح نصر محمد ياسر احمد سيد عبد النبي. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه بكره. عايز اقول لحضراتكم ان مصطفى مخلوف حارس مواليد 2003، محمد نصير مواليد 99 وهو بيلعب خط وسط 6 و8، رقم 6 ورقم 8. محمد مغربي مواليد 2001 بيلعب مساك وظهير ايسر. محمد احمد شرقيه مواليد 2003 مساك. محمد اشرف مواليد 2001 ظهير ايسر. احمد سيد عبد النبي مواليد 2002 ظهير ايمن. عبد الرحمن مانو مواليد 99 خط وسط زائد مدافع ومساك، يعني بيلعب مدافع ومساك. احمد اشرف مواليد 2001 خط وسط 6 و8. محمد فخري مواليد 99 وهو صانع العاب. صالح نصر مواليد 99 جناح مهاجم ايسر. زياد طارق مواليد 2000 جناح مهاجم ايمن. احمد سيد غريب جناح مهاجم ايمن زائد جناح مهاجم ايسر. محمد ياسر مواليد 2001 وهو مهاجم. دول مجموعه الناشئين اللي هيكونوا موجودين. انا بس حبيت اوري حضراتكم ان احنا عندنا 2003 و99 و2000 هيكونوا متواجدين و2001 انا اسف هيكونوا متواجدين ان شاء الله بكره في مواجهه الجونه داخل قائمه النادي الاهلي. انا بتكلم عن الناشئين الحقيقه، خليني طبعا ربنا يقوم صديقي وزميلي العزيز كابتن اسامه حسني، عنده كورونا الحقيقه هو وبنته، ان شاء الله ربنا يقومهم بالسلامه. يعني اسامه من الناس اللي يعني الفتره اللي فاتت ناس كتيره جدا جالها كورونا، واسامه اعتقد امبارح او اول امبارح جاله كورونا. فالف سلام عليك يا كابتن اسامه انت وبنتك، وان شاء الله ترجع لنا بكل سلامه وبالف سلامه وترجع لجمهورك من الاجبال. طيب خليني اقول لحضراتكم برضو دي بعض الاخبار اللي كانت عندنا. ان شاء الله بكره زي ما حضراتكم عارفين الساعه 2:30 ان شاء الله مباراه النادي الاهلي والجونه، اولى مباريات النادي الاهلي في دوري او رابطه كاس رابطه الانديه. الاهلي بينهي استعداداته لمواجهه الجونه.
ومسحه طبيه جديده لبيرسي تاو. زي ما حضراتكم شايفين مجموعه كبيره جدا من اللاعبين مش هيكونوا موجودين بكره لاسباب مختلفه. بيرسي تاو هيخضع ان شاء الله بكره لمسحه علشان ان شاء الله ان شاء الله يشوفوا سلبيه ولا ايجابيه وتكون سلبيه ان شاء الله. طيب زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش النهارده، على فكره النهارده تاني متسابق هيكون بيسافر معانا ان شاء الله الى كاس العالم في الامارات. النهارده الاربع زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما متفقين كل يوم اربع بيكون معانا متسابق هيسافر معانا الى الامارات علشان يتفرج على اولى المباريات، مباراه النادي الاهلي ومونتيري المكسيكي. النهارده الاسبوع الثاني والفائز الثاني ان شاء الله هيكون معانا بعد الفقره اللي جايه. بعد الفقره اللي جايه هنروح على الشاشه زي ما دايما متعودين ونختار الاسم اللي هيكون معانا او اللي هيكسب معانا ويسافر معانا لملاقات لمشاهده مباراه النادي الاهلي ومونتيري المكسيكي. وان شاء الله بعد ما نشوف مين اللي هيكسب معانا هنقول لحضراتكم السؤال الثالث اللي ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي هنختار المتسابق الثالث اللي هيكون معانا ان شاء الله في كاس العالم للانديه ليشاهد مباراه النادي الاهلي ونادي مونتيري المكسيكي. زي ما حضراتكم عارفين اتصلوا او ابعتوا، اتصلوا دلوقتي على رقم او ابعت رقم الاجابه الصحيحه على 17 95 او من اي خط ارضي على 0900 9500. زي ما قلت لحضراتكم ان السؤال اللي فات كان اين ستقام بطولة كأس العالم القادمة. طبعا احنا قلنا 100 مرة اين ستقام، مصر كلها العالم كله عارف اين ستقام بطولة كأس العالم للأندية، ولكن اختاروا من الإجابات اللي أمام حضراتكم لغاية كمان ساعة إن شاء الله أو كمان ساعة إلا ربع، لأنه هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هيكون معايا النجمين الكبيرين، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن علاء ميهوب هيكونوا معايا بعد الفاصل. هنتكلم عن أهم الإيجابيات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، هل يوجد إيجابيات فنية خاصة بكأس الأمم الأفريقية؟ بعد الفاصل النجمين الكبيرين محمد حشيش وعلاء ميهوب في ضيافة البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. كابتن محمد حشيش، معلش يا كابتن علاء، حد كابتن محمد حشيش طبيعي محمد هو اللي ما يزعلش. ازيك يا كابتن محمد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك. الحمد لله كابتن علاء، طبعا عايزين نرحب بيه. ده انا اولا مبسوط جدا ان انا شفته النهارده وموجود معاه بصراحه. فكره كابتن علاء اللي قال لي ما كابتن هما الاثنين سن واحد وكل حاجه مع بعض بس هو الكابتن علاء قال لي لا ابدا بالكابتن حشيش. فيعني انا مش عايز اخدك اقول لك كام سنه انا وعلاء. ليه 60 كم؟ لا كم سنه مع بعض؟ لا انا من غير اكتر واحد قضيت معاه فتره محمد وكان اسامه عباس فتره كبيره قوي وطار ابو زيد. دول اكتر ناس مع بعض. احنا عندنا 13 سنه بالظبط يا اسلام. كم؟ 13 سنه في النادي الاهلي واحنا يعني عندنا 13 يعني سنه بالظبط. يعني بتتكلم على 47 سنه بس يعني. فعشان كده بقول لك يعني مفيش فرق يعني هو محمد او انا طبعا عادي يعني طبعًا. لا مفيش فرق طبعا خالص يعني. عشان كده انا قدمت نفسي الاول عشان مفيش فرق. لا منورين طبعا حبيبي يا اسلام كابتن وكابتن حشيش. قبل بس ما ابدا بقصص افريقيا وامم افريقيا، عندنا ماتش بكره، اولى المباريات اللي هتلعب النادي الاهلي هيلعبها بكره في كاس الرابطه ضد الجونه. من القائمه من الواضح ان هناك كثير من الناشئين هيكونوا متواجدين في القائمه. وجهه نظرك في المباريات بكره واستبعاد بعض اللاعبين ووجود بعض اللاعبين من وجهه نظرك. بص الفتره اللي احنا فيها يعني بتتوقع اي حاجه. يعني عمرك من دلوقتي في اي ماتش من الماتشات سواء مش عارف مين افريقيا اللي هنتكلم عليها او كاس الرابطه ما حدش يتوقع تشكيل وما حدش يتوقع ناس لان اللعيبه طبعا اصابات كثيره، كورونا، اصابات عاديه، ناس هنا وناس هنا وناس هنا. فانت بكره يمكن انا ثلاث ارباع اللعيبه بتاعت بكره انا يعني مش عارف مين اللي هيبقى موجود هنتعرف عليهم. كنت بشوف دلوقتي 2001 و2003 و2000 انا حتى قلت اسمائهم وبيلعبوا ايه علشان الناس برضو كل جمهور النادي الاهلي، مع ان جمهور النادي الاهلي بيبقى عارف معظم الناشئين حتى. اتفضل يا كابتن. انا يمكن انا عشان على صله بالناشئين وكده وعارف والاستوديو مع اسامه في الاشبال في الاشبال في سلامه طبعا لاسامه حسني ان شاء الله يرجع بالسلامه عنده كورونا ربنا يشفيه ان شاء الله. ف
فعندي فكره عن اللعيبه بتاعت او الاعمار المختلفه في النادي الاهلي، فممكن الواحد يقدر يعني يشوفهم بقى كويس طبعا بكره في تجربه جديده بالنسبه لهم ومفيده وتجربه سريعه. ايوه يعني مفيش تدرج فيها، هم نزلوا في بطوله رسميه ان شاء الله بكره، يعني كاس الرابطه ده كاس ومباريات رسميه وماتشات قويه وفرق كلها طبعا الدوري الممتاز وكده، فاعتقد ان هتبقى بالنسبه لهم تجربه مفيده جدا ان شاء الله، يعني اتمنى يستفيدوا منها، واتمنى طبعا من سوماني ان هو يحط ايده بقى على العناصر اللي ممكن يحتاجها خلال الفتره الجايه اللي احنا برده مش عارفينها لسه، ضبابيه شويه رايحه فين وجايه منين. فاعتقد يعني دي فرصه كويسه وفرصه ذهبيه اي شبل علاء يتمناها طبعاً. يعني احنا كنا بنتمنى واحنا صغيرين قدهم واصغر منهم ماتشات وديه بس حتى نطلع صح، فان احنا نبقى متواجدين في بطوله رسميه ومتذاعه ومتشافه، فدي حاجه كويسه يعني. كابتن علاء، هل سيتاثر النادي الاهلي بالغيابات اللي موجوده عنده؟ غيابات ايه الفريق اللي الفريق اكيد اكيد هيتاثر بالفريق اللي مش موجود عنده اكيد. مهما كان الاشبال دول عايزين يثبتوا نفسهم وكده، هي برضه بطوله وانت هتقابل فرق ما عندهاش غيابات كتير، فدي هبقى حمل يعني هبقى عبء زياده على الناشئ نفسه، لكن في الاخر انت هتحدد هدفك من الوقت، انت عايز ايه من البطوله دي؟ أيوة. طبعا انت عايز تكسبها، بس انت تكسبها لو انت على الاقل نص فرقتك موجوده، بس انت فرقتك مش موجوده، فتاخد منها احسن حاجه. طبعا بتمنى يا رب ان شاء الله نكسب البطوله دي ان شاء الله، فبتاخد منها احسن حاجه. احسن حاجه ان انت تشوف الناشئين بتوعك دول وصلوا لحد فين ومين اللي يقدر يكمل. دايما محمد قال كلمه الوقت ان احنا زمان مش نلعب، كنا بنتمنى مثلا حد يقول لنا تعالوا تقعدوا احتياطي في مباراه فريق اول، بالنسبه لك طبعا بتبقى حلم كبير قوي، وانت اكيد مريت بالموضوع ده يا اسلام، اذا كنت في الاولمبي وكده اكيد مريت بالموضوع ده. أيوه. فكل الناشئين دول كل واحد هيحاول يثبت جدارته ان هو يبقى موجود، واللي بتمناه ان ما تحطش عليهم ضغط، يعني ما تحطش ضغط على الولاد الصغيره. يعني هيلعبوا بالشكل هيقولوا موسيماني وكده، واكيد كل واحد هيعرف دوره كويس قوي والشكل الفريق ازاي وهيلعب بطريقه ايه وكل حاجه دي هتعرف، خصوصا الولد اللي هيلعب بكره ده ان شاء الله اكيد هو مش شبل عادي، هو شبل مميز. لانه عشان تطلع في الفريق الاول في النادي الاهلي يبقى انت يعني حاجه موهبه انت النادي الاهلي بيعدها، كلنا مرينا بالموضوع ده. دايما كان كل فريق كده زمان في اربعه خمسه يقول دول هيكملوا في النادي الاهلي. فالمجموعه اللي هتلعب بكره ان شاء الله بتمنى لها ان شاء الله رب العالمين التوفيق، ما يتعملش عليهم ضغط، وبتمنى ان هم يستفادوا من الـ من الـ من الـ من الفرصه الذهبيه اللي جت دي. هي فعلا فرصه ذهبيه، يعني ايه هي معظم اللعيبه ما حصلتش كتير يعني خالص يا اسلام، في حاجات قبل كده لا ما حصلتش. يعني ممكن طول السنه تلاقي يعني شبل او اتنين بيلعبوا او احتياطوا كده، لكن المجموعه دي كلها مره واحده اعتقد دي فرصه ذهبيه. اتمنى ان الناشئين يلعبوا من غير ضغط من غير اي مشاكل، يحاول بس ان هو يظهر نفسه في اطار الشكل الجماعي بتاع الفريق. انا عايز اقول لك حاجه على برضو بعد اذنك اسلام. لا اتفضل يا كابتن. هو الضغط هيبقى موجود احنا كان بيبقى ضغط ماشي واحنا بننزل التمرين مع الفرق الكبيره صح، والماتشات الوديه فبالك دي بطوله رسميه، بس هي الميزه كمان علاء في الموضوع ده ان اللعيبه دي مش هتشاف نص ساعه لا او ربع ساعه صح. ده هيتشافوا كمان ايه ماتش واثنين وثلاثه، فدي فرصه صح. يعني صح. حته الخطه انا بقول لك يا محمد تتاخد كفرصه، وفرصه صح. من النادر هتعوض تاني، عشان كده بقول لك لا كل واحد يحاول يثبت نفسه، هو بقى جدير ان هو يبقى موجود في الفريق او في النادي الاهلي، ودايما انت في 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 في, في الفريق الاول وكده الحاجات دي بتبقى يعني بتتشاف كويس، انت تحت ضغط فعامل ازاي، بتتاثر ما تتاثرش، عشان كده بيبدا يقول له ده ممكن يكمل في النادي الاهلي. هنستفيد ازاي من البطوله دي يا كابتن كاس الرابطه؟ زي ما بقول لك التدريب لوحده مش هينفع، حتى لو كان معسكر حتى خارجي، هي المباريات هي اللي بتبين نوعيه اللعيبه واداء اللعيبه ومستوى اللعيبه. زي بقول لك ماتشات وماتشات رسميه في بطوله جديده اول مره بتتعمل في التاريخ بالنسبه لمصر، فاكيد هيبقى فيها اهتمام من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اي بطوله بيخشها بيبقى عايز يحرز البطوله. نعم. فهيبقى فيه طبعا اهتمام من الناس كلها، من الاجهزه الفنيه، من مجلس الاداره، بتلعب فرق هتلعبها بعد كده في بطولة الدوري، ممكن تجرب طريقة، ممكن زي ما بقول لك تشوف
اللعيبه في اكتر من مكان مختلفة. بس طبعا كل لعيب في مكانه مش زي اللي احنا بنعمله في الناحيه الثانيه يعني كل منتخب قلبه من قلبه خد بالك يعني بقول لك ايه اساسا اقول لك على قصه بتحصل دلوقتي حاليا يعني كارلوس كيروش هيطلع مع كابتن شوبير خلاص او من المفترض ان هو هيطلع مع كابتن شوبير ايه اللي حصل استاذ جمال علام وهذا حقه طلب ان تكون الحلقه مسجله ويسمع اللي هيطلع يقوله كارلوس كيروش يا نهار ابيض ويوافق او يعني هو ده له سبب طبعا وكارلوس طبعا وكارلوس كيروش قال لك انا عايز هوا والخير يعني او الله طب الثاني يعني من التصريحات اللي احنا سمعناها ان هو ساعات بيقول حاجات ويرجع زي ما قال في تصريح مره حاجه ورجع اعتذر عنها يمكن الاستاذ جمال عايز كده عايز يسمع التصريحات لانه ممكن يقول حاجه قبل ماتش مهم طب انت ايه رايك علاء معلش انا اسف علاء اتفضل علاء ايه رايك في عدم الطلوع احسن ولا انت شايف انه يطلع في انا الحقيقه ما استغربت يعني مش كده لكن في الاخر بيني وبينك هو خطه اعلاميه حلوه طبعا حلوه جدا طبعا ده في عز الحدث انا مش عايز يعني مش عايز اقول رايي انا لا انت عشان لا لا هي لو من الناحيه الاعلاميه طبعا ممتازه طبعا وهو اكيد ما هيستفاد كمان كيروش اكيد طبعا يعني انا مش طالع كده لكن التوقيت مش حلو توقيت سيء جدا ده اللي انا عايز اقوله وما ينفعش على الهوا لان كلمه هتاخد من هتاخد عليك في وهي على الهوا اسلام هتعمل منها موضوع كبير قوي خصوصا ان انت يعني انت بتحاول بتقفل تحاول تهدي الدنيا بتحاول تهدي انت بتلصم الناس دلوقتي انت بتلصم الناس بتحاول تقفل على فرقتك وتقفل على لعيبتك وعلى كل حاجه ومنع التصريحات يعني يعني اكتر حاجه سمعتها ومش مصدقها لحد دلوقتي ان وائل جمعه ملوش حق ممنوع من التصريحات دي قريتها مع ان غريب قوي مدير يعني المنتخب مدير المنتخب غريبه جدا يا اسلام انا ما اعرفش طبعا انا قريتها ممكن يا رب تبقى غلط لا بس صعب أو ما اعرفش بعدها اصل احنا كله اعتذر يعني لا وطبعا لا بس ده رسمي ده بيان ماشي رسمي ماشي كويس بعدها ما بعدها تقريبا مفيش استعداد خالص حتى وائل جمعه انا مش جاوب اعتذارات الاعتذارات مش هتعمل لي حاجه ايه فايده الاعتذارات بتاع انا لو انا من اللي حصل في المباراه بتاعت امبارح دي اولا ممنوع حتى اعتذارات ممنوع كلام نسكت والعب ورينا بس نسكت والكلمه تتقال ان شاء يعني ننتظركم مباراه قادمه بس انما يطلع كيروش يقول لك انا اتمنى اقابل نيجيريا في النهائي انا مش عارف ايه وبعدين بيقول تصريحات بعيده قوي عن اللي بيحصل يعني ما هو لو متخيل الشعب المصري في الكوره غبي يبقى هو اللي متخلف لان كل كلمه بتتقال انت بتتوه الناس فين الناس عارفه كل حاجه وشايفه يعني مصر ما شاء الله فيها كميه ناس بتفهم في الكوره يعني لو جمعه يعني يجي يقعدوا هنا يتكلموا هيبقوا ممتازين لان الكوره دي الناس كلها يعني عايشه بيها فشايفين عندك اخطاء في كل حاجه فما ينفعش تطلع تتكلم الكلام ده يعني هو كلام يعني ده الوحيد اللي ممكن يبقى ممنوع من التصريحات هو تصريحاته صعبه جدا غريبه جدا يعني اي حد بيسمعها شايف انه حدث غير مسبوق ما شفناهوش قبل كده من المديرين الفنيين يعني البطولات المجمعه او بطولات الفرقه اللي دخلناها ما شفناش مدير فني طلع عمل حديث لا طبعا يعني التوقيت بعد المباراه بس محمد بيطلع يتكلم على اللي حصل في المباراه وخلاص على كده لا ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده انت يعني بتضحك على مين بتضحك على نفسك لانك انت اخطائك في المباراه كارثيه ما ينفعش يعني صحيح. ما ينفعش حد يقبلها مش ملاحظ ان احنا اتسحبنا على افريقيا برضه ما هي سيف الاخر كنا ماشيين مع الاهلي اتكلمنا مع الاهلي يعني كنا ماشيين مع الاهلي ما طبيعي لازم تروح على افريقيا لان ده الحدث الاكبر يا صحيح. محمد طبعا وحدث الناس كلها تتفرج عليه ومنتخب مصر منتخب بتتكلم عن منتخب مش عادي لا طبعا دايما من هم من المرشحين لفوز بطوله وبعدين ده سيد افريقيا زي ما بيقولوا فما ينفعش يبقى ده شكلك ممكن تلعب بس ما تكسبش عادي مزبوط. ممكن عادي جدا وهتلاقي الكلام لا ممكن تبقى وحش وتطلع تقول ان انا وحش يا جماعه وان شاء الله ما تزعلوش ولا اسف انت كل حاجه بس هو في برضه لو هنبتدي بقى نتكلم على المنتخب في حد ادنى للوحاشه يعني ممكن ما يبقاش يومك يعني يبقى في خلل في بعض الحاجات انما ما بتبقاش موجود خالص يعني انت بتتكلم على شوط اولاني انت قاعد حزين انت قاعد بتتفرج على منتخب مصر بالاسماء اللي موجوده حاليا في منتخب مصر من المحليين والمحترفين وانا بقول المحليين والمحترفين بدات بالمحليين كمان لعيبه كويسه جدا تبقى انت مش قادر ان انت توصل الكوره لغايه بعد نص ملعبك انت كل اللي بتعمله عامل استحواذ بين المساكين والباكات
واول ما بتفكر لما يتضغط عليك تلعب واحده يا طويله يا واحد في نص الملعب مقطوعه منه وراجع عليك، انت كل الشوط الاولاني كده ما عندكش شكل عام للفرقه، ما عندكش اي يعني ما عندكش اي حاجه بتعملها، تحس ان ما فيش جمل سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، ما فيش ادوار حتى، ما فيش ادوار حتى للنص الملعب اللي هو نص الملعب ده اللي هو اساس اي فريق في الدنيا. انت بتلعب الثلاثه بيلعبوا زي بعض، صح، مفترض في الطريقه اللي انت بتلعب بيها دي ان في حد من الناس الديفندرات، وعلاء طبعا يعني اقدر مني في الكلام في الموضوع ده، انه يبقى لازم عنده نواحي هجوميه بيكمل، مفيش بلاي ميكر في 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 الفرقه عشان تقدر تسند عليه، تقدر لو اتزنقت تاخد فاول تسند عليه تطلع، انما لا. بص يا محمد، هي البدايه اي مدير فني في منتخب اول حاجه مطلوب منه ايه؟ بيحط الفريق اللي هو شايفه تشكيل مناسب للفرقه دي، كويس، ضد الفرقه في الاماكن في المكان طبعا اللي بيلعب فيه كل اللعيبه. صحيح، انت بدايتك غلط، بدايتك غلط، صحيح، من لاعب اللعيبه كلها مش في اماكنها. صحيح، يعني نفسي افهم انت ازاي تبدا بمحمود تريزيجيه في مبرزه كده بقاله 7-8 شهور ما بيلعبش، وبدات بيه فين؟ فين؟ مش في مكانه، مش في مكانه. يعني من امتى تريزيجيه بيبقى التالت بتاع نص الملعب؟ يعني انت بتلعب بحمدي فتحي وبتلعب بالنني وتريزيجيه ومصطفى محمد، محمد صلاح وعمر مرموش، كويس؟ توزيعتهم كانت ازاي؟ يعني بتلاعب محمد صلاح رقم 9 راس الحربة بتاعك دي عمرها ما حصلت، بس هم كلهم كانوا وحشين قوي يا كابتن، بغض النظر عن طبعا مش بغض النظر ولا حاجه، ولكن في الاخر كانوا وحشين برضه. انت بتزود السوق بعدم تظبيط المراكز، هم سيئين لان انا ما بلعبش مكان. يعني ليه مصطفى محمد ده من ناحيه الشمال؟ انت بتهزر، من امتى؟ ولا وراح شمال على فكره، ويمين مرموش وساب محمد صلاح كراس حربة ورقم 9 ومش ما بيلعبش، فانت متخيل كل لعيب ما بيلعبش مكانه. طب هيأدي ازاي يا اسلام؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه اسلام كمان، لو هنرجع على لتريزيجيه، انا يمكن كنت موجود في القناه من قبلها بيومين وبيقولوا لي تريزيجيه، قلت لهم يا جماعه ما اعتقدش ابدا ان الراجل ده ينزله من بدايه الماتش، ممكن يبقى كارت على الدكه يقوي الدكه شويه لو في حاجه، انما تبدا بيه. وهل انت كنت مديله مهام ان الراجل لسه مش فت وبينزل لغايه المساكين نص ملعبك ياخد الكوره ويمشي بالعرض ويعمل المجهود الكبير ده يعني كمان تقول لي مين كان مدي مين المهام؟ يعني حاجه ثانيه، انت كترت لعبك ايه؟ انا ما اعرفش. طيب الحقيقه من اسوء المباريات اللي الواحد شافها بجد يا اسلام. انت بص يا اسلام، انت امبارح بتحاول تدور على حاجه كويسه صح وتتكلم عليها، مفيش من بدايه المباراه لنهايتها. حتى انا بختلف مع النص، الناس يقول لك احنا في الاخر، واحنا في الاخر ولا كويسين ولا حاجه، هم ابتدوا يريحوا بقى احسن ما كنا في البدايه. في البدايه يعني انت بتقول يا اسلام 45 او 46 دقيقه في الشوط الاول انت ما تسديدش، ما فيش تسديد على حارس المرمى، انت ما شفتوش احساسا. يعني عشان بس ما نطلع بحاجه كويسه. الحاجه الحقيقيه اللي كانت في المباراه دي محمد الشناوي، صحيح، غير كده ما فيش حد حقيقي، كله صحيح. ايه ده يعني؟ سيبك اللعيبه وحشه واداء وحش، تشكيل وحش، أزود عليك حاجة كمان. اتفضل. يعني هل يعقل إن فرقة تبقى متفوقة عليك في الالتحامات وفي السرعات وفي القوة واستخلاص الكرة التانية وكل الكلام ده، يعني متفوقة عليك في كل حاجة؟ دي حقيقة. يعني أنت ما عملتش حاجة بس إنك ولا في ولا تغيير يا محمد حتى في أدائك بين الشوطين. طبعا خالص طبعًا. يعني حتى شويه لو انت كنت كويس، لو كنت كويس فيهم هم عشان هديوا شويه طبعا، لكن انت مش كويس. يعني تخيل مثلا بيطلع مدرب بتاع منتخب نيجيريا قال لك يا جماعه احنا عارفين ان المنتخب المصري بيلعب على محمد صلاح، تخيل انت 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 مختزل الفريق كله ده في لعيب واحد على محمد صلاح، محمد صلاح ده هيعمل ايه؟ هياخد الكره من الشناوي هيوصل بيها جول؟ انت عارف انا بشبهها بيه علاء، ان انت تروح حته معينه وناس طلعوا عليك وضربوك، فالضرب جالك من كل حته ومش عارف تروح فين، عايز تروح هنا وعايز تروح لا هنا. لا هو يعني اللعيبه فعلا، يعني اول مره ابقى حاسس بالحزن فعلا وانا اتفرج على لعيبه مصر. ايوه مفيش حيله خالص يا علاء، يعني عارف معك. ازاي انت بتمشي الكوره بين ما تعملش حاجه، انني مع احترامي الكامل كل كوره انا اخدها واروح لعبها للي جنبي، اروح واخدها من المساك ده واروح مديها للمساك التاني. طب انت هو ده الدور؟ امال حمدي فتحي بيعمل ايه؟ طب انت بتلعب ليه؟ لا هو يعني انت لو انت عارف امكانيات لعيبتك، طب انت بتلعبه ليه؟ هو انا ما اقدرش انزل اعمل الكلام ده دلوقتي. يا ثانيه واحده، انت ما كمان خد بالك يا محمد، شايف كان اسلام وانت بتتكلم فيها موضوع من الاول، موضوع الاختيارات، موضوع الاختيارات ده كارثي. يعني انت دلوقتي هتلاعب مين باك رايت؟
هيلاعب محمد عبد المنعم او عمر كمال. ولا ده بكرايت ولا ده بكرايت. اساسا كويس. بس انت هتلاعب عمر كمال كويس او محمد الى اي حد فاهم. العمليه هتمشي عندك ماتشين سهلين جدا وهتكسبهم وهتعدي. بس انا بتكلم بعد كده ما هو قادم. ما هو اصعب. وانت ازاي تروح ببطوله زي دي بكرايت واحد ليه؟ لا هو ما هو لا هو حاطط في دماغه ان عمر كمال بكرايت. عمر كمال كان بكرايت. طيب عمر كمال بكرايت ولعبته في كاس العرب بكرايت. الطبيعي لما الراجل يكسر في اول خمس دقايق تلعب مين؟ ما يقدرش. عمر كمال لكن ما يقدرش لان عمر كمال مش اساسا بيلعب بكرايت. ممكن يبقى بيعمل حته الهجوميه كويس بس مش طال هجوميه. احمد عبد المنعم بكرايت ما هو عشان كده هو بيلعب لاعب الاكثر دفاعيا يا محمد. ان عمر ما كان بايت ولا ينفع بكرايت. وبجد يعني بيظلم نفسه والمدرب بيظلمه. المشكله علاء انت عارف ان الراجل المساك ده اللي بيلعب طول عمره مساك وظيفة الباكرايت حاجة تانية حتى يعني ستايله وطبيعة ما يقدرش يا محمد والرشاقة والمرونة ما يقدرش لأن كان ممكن الموضوع يبقى أكتر من كده. ما يقدرش ينزل عمر كمال لأن أنت طبيعي مخترق من الجنب أنت مخترق تماما من الجنب الشمال. أنت عايز حد بيدافع. ما هو الباك ده بيدافع. ما هو إسلام ما كان باكرايت فحافظ المكان ده أولا مدافع وبعدين مهاجم. إنما عمر ما عندوش حتة المدافعة مع أخطر لعيب كان موجود في ريت إيجيريا. بالمناسبة دي طيب يا اسلام بالمناسبة دي طيب انا كراجل قاعد بره كوتش وشايف ان اخطر واحد ناحية شمال والراجل الباك رايت الكسر بتاعي ونزلت اللي هو ممكن يكون جامد وسريع معاه البديهي ان انا اقول للراجل المساك اللي بيلعب ناحية اليمين ميل شوية الراجل الديفندر ناحية اليمين ما كانش شايف انما برضو الثغرة هي يعني تفهم ازاي وبتتلعب من وراه يعني محمد كان عندك ثغرة ناحية اليمين وثغرة ناحية الشمال الوحيد كان بيغطي على الاثنين وده طبعا ظرف صعب جدا حمدي فتحي صحيح. حمدي فتحي يا عيني طلع عينه جري يعني تخيل مثلا حمدي بيغطي على احمد الفتوح وبيغطي على محمد عمنا طب انت بتتكلم في ايه الجول كمان لما يجي ده تهريج طبعا جول يعني يضحك اثنين مساكين راجعين لورا عند الشناوي والباكليفت بتاعك بدل ما يقابل الراجل راح باعد بالظبط انت بتهزر هو كمان الباكليفت بتاعك ده كمان 18 ومش ما ينفعش هو لعيب كوره بس لازم تبقى مدافع صحيح. مدافع وبعدين تهاجم صحيح. انما الشكل ده وحش حاجه بقى كمان بسرعه كده هو بس سؤال والله نفسي اساله يا ريت كان هو ليه بيقف على الخط كيروش بيقف على الخط بيعمل ايه المفروض يوجه المفروض يوجه عمرك شفت له توجيه لاي لعيب لا لا ده واقف على الخط حاطط ايده في جنبه هي بس في واحده الكره جات له بره فراح مديها للعيب بتاعه وفتح واقف ورجليه مفتوحه كده شويه وبيتفرج والمره الوحيده اللي شفته كانت مش حد مصاب واتكلم محمد صلاح بس هو ما كانش غير محمد صلاح بس تحس ان اللعيبه كلها جهله السؤال بقى الثاني معلش يعني انا حاسس برضو ان الجهاز ده كل واحد في وادي واضح ان ما لهمش دعوه ببعض تماما لا حول ولا قوه لا لا يا محمد حتى اختيارات اللعيبه مين اختار اللعيبه دي مين اللي المفروض يختارها طبعا هم الجهاز طبعا صح؟ الجهاز كله طب كله طبعا اختيارات... ويبقى لهم دور كبير في الحته دي كويس قوي ده طبيعي دي اختيارات لعيبه منتخب لا مش الجهاز جهاز مين جهاز مين اللي اختار بص احنا بنقول المفروض احنا بنتكلم عن حاجات المفروض يا اسلام لا المسؤول اللي هو المدير الفني بياخد منك ومني ومنه 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 في الاخر هو بيقول رايه صحيح او هو اللي يعني مش بيقول رايه هو ما بياخدش راي حد على فكره لا يعني هو حتى لو ما بياخدش راي بس هو بيسمع اكيد من كل الناس لكن هو في الاخر يعني مثلا لو حد قال اسلام بره وكابتن حشيش قال لا يبقى جوه وكابتن علاء قال يبقى جوه وانا كارلوس كروش قلت ان اسلام لا يبقى بره يبقى اسلام بره طيب ماشي وهو ده اللي حصل في قصه طارق حامد تحديدا بس عن اقناع يا اسلام يعني ما هو انت يعني ايه الاقناع في طارق حامد وقفشه معلش مفيش يعني. لا انا كان مريم ولا ده يمشي معلش ما اسمح لي ايه الفرق بين طارق حامد والنني طارق حامد احسن حتى عنده حته الروح القتاليه دي جامده جدا هو لما حمدي فتح نص الملعب معلش هو انا جبت ده عشان ما كانش كويس الحقيقه في ماتش كله انا عمري ما شفته كويس ما علينا ده رايي على فكره انا شايف ان يعني النسخه دي موجود منها كتير قوي في منتخب في مصر يعني النسخه بتاعه النني دي موجوده كتير قوي بس هي حته ان هو محترف دي معليه شويه بس اللي اعرفه ان لما تجيب محترف ده يعليك انت مش المفروض المحترفين بيعلوا الفريق نفسه طبعا لا وعنده حته زياده بقى ان انا راجل محترف عن يعني معلش برضه الاحتراف بتلعب في انديه انت اعلى من الناس دي كلها اعلى من الناس دي بس يعني خد بالك كمان يا محمد هو عذره انت ملعبه غلط امبارح انت امبارح ملعبه جنب احمد مفتوح في ناحيه الشمال ازاي يعني بص هي امبارح الكارثه بتاعتك عشان مش عايز اظلم لعيبه كتير انت موظف لعيبتك كلهم غلط صحيح كلهم غلط سيبك انت بص يا محمد عشان
ما نلفش وندور على بعض. انت ولا ليك شكل طريقه ولا طريقه دفاعيه ولا ما بتهاجم بتعمل ايه ولا حاجه خالص. هو السؤال بس على سؤال، اقل حد في مصر بيفهم في الكوره تقريبا بيقول الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. انا لسه كنت بقول الاسلام في الاول. انت فاهم ازاي؟ اقل حد في مصر بيتفرج على كوره بيقول الكلام بتاعنا ده طبعا. طب الراجل الهيد كوتش السي في كبيره قوي دي عنده دماغ تاني يعني بالزبط. يعني عنده دماغ تاني. بس دماغ شمال. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، شمال ولا يمين؟ بس ممكن ولا دماغ شمال. ممكن اسلام يكون دماغه مثلا اختيار ده بدل ده حق اصيل، ماشي حاضر، والاختيارات الملعب. انما انت هو عايز يخسر يا كابتن يعني مثلا، معلش يعني هو عايز يخسر يعني. هل هو مش فاهم في العالم عايز يخسر؟ هو عايز يخسر. طب هل هو لا. مش فاهم؟ لا سؤالي هو عايز يخسر؟ لا طبعا استحاله. طيب لا استحاله. هل هو مش فاهم؟ لا فاهم، مدرب كبير وله اسمه وله مصيبتنا السودا. السي في ده اللي احنا عايشين بيه يا جماعه، احنا عايشين على سي في ايه بس اللي انا عايش بيه؟ يبقى فاهم غلط. ماشي انا جبت سي في كويس قوي يا اسلام، فاهم غلط. انا جبت سي في محترم فظيع. الملعب ايه من ساعه ما جه الراجل ده؟ يعني من ساعه ما جه الراجل يعمل ده يعمل الحقيقه حاجات بتخلينا نبقى. طب انا هقول لك على حاجه، سيبك ممكن اي مدرب في العالم مدير فني يغلط في التشكيل من البدايه، صح؟ تغييرات صحح بقى بين الشوطين يا عم، ما تصححش في الشوط الاولاني. ده في تغييرات عملت امبارح يا محمد موتتني، بتاعت محمد شريف الدقيقه 89 بيضيع بيها وقت النيجيري. انت بتهزر محمد شريف؟ انت قول لي ايه دي بقى؟ ما تقنعنيش ان دي هو مش عايز يخسر وهو بيعمل يعني استحق يعني. طب محمد طب انت نزله يعمل ايه؟ ولا حاجه يا كابتن. انا بس عايز اعرف، انا نفسي اوصل لدماغ يعني الراجل علشان اعرف هو يعني. اكيد هو مش عايز يخسر، اكيد هو بيفكر تفكير غير اللي احنا بنفكر فيه. هو طبعاً. عنيد جدا كمان. 100 وشويه مليون قالوا نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، مفيش حد في مصر ما قالش الكلمتين دول، صح؟ طيب انت بتفكر في ايه؟ لا يا اسلام، هو يعني السؤال انت هو عايز يعني ايه؟ بعدين هو بيقول ان دي اخر تجربه تدريبيه بالنسبه له عشان هيبطل بعديها، خساره. فمعناه هي غالبا لا خساره بجد، ده لازم يكمل. انا لو انا لو الاتحاد هنا لازم امد معاه كمان، صح؟ فايه فهو عايز بالنسبه له اي انسان طبيعي في الدنيا هيفكر ازاي؟ عايز تنهي احلى حاجه، ان هو دي يعمل احسن حاجه، يقفل بقى احسن حاجه. يقول لك انا اخر حاجه عم اخر خلاصه الخبرات بقى اطلعها في اليم دي، اطلعها في الماتشات دي. وبعدين يا اسلام ايه ده انت معاك؟ انا على راي كابتن حشيش لقيت الوينج رايت اللي انا حاطه مصطفى محمد مش ماشيه، فبعدل حط مصطفى محمد. وده اللي مين اللي قال له؟ مين اللي بيشور عليه؟ بس يا جماعه لازم، مش ممكن كابتن ضياء، مش ممكن كابتن شوقي يا جماعه، مش انا بيشور عليه، مش ممكن كابتن. دي مصيبه، عشان كده سالت سؤال بقول لهم يا جماعه هو في فعلا تعاون بين الجهاز الفني؟ يعني انا لما اشوف مصطفى محمد مره يمين ومره شمال وما بيلعبش في مكانه، ما بيلعبش في مكانه. والمره الوحيده اللي عملت تغييرتين عشان الاطراف رحت طلع مصطفى محمد. انا عايز اقول لك هتجنني عشان يعملوا لك اوفرات، هتجنني. ده مين؟ محمد صلاح؟ لصلاح ومرموش. الناس كلها عارفه ان مصطفى محمد ده الميزه اللي فيه اهم ميزه، ضربات فيه اهم ميزه طبعا. يمكن هو على الارض او على اللجنات بس مش لا. وبص محمد هو الكره عاليه طبعا، مميز فيها، يقدر يرفع الكره كويس. بص محمد حتته انا بلعبك في مكانك اللي انت مستريح فيه. انا ما اجيبش مثلا اسلام بيلعب باك رايت اقول له اسلام النهارده انا عايز العبك تحت رصاصه الحربه وانت اللي تعمل، وانت ممكن يعملها كورته حلوه. لكن هو مش ناهز، مش مقتنع بالطريقه. يا كابتن انا دلوقتي لعبت مصطفى محمد وينج رايت كويس خلاص، انا ومدرب واقف بره وزي ما الكابتن علاء بيقول واقف وعامل وبتاع. شفت اول 10 دقايق كده مصطفى مش ماشي، مش ماشي خالص. محمد لا ده مش ماشي ومش عارف، مش عارف يا ريته مش ماشي. تريزيجيه مش عارف، مرموش وحش جدا. طيب انا اعمل ايه يعني؟ حتى لو بعد ربع ساعه مره مانويل جوزيه طبعا وبرتغالي للاسف عمل حد حط او برتغالي وده برتغالي وعمل لعبه كده وكان قايل لنا عليها ما صممش ما عندش معه برتغالي، وبعدين ما فيش عند منه، صح ولا مش صح؟ طبعا معروفه طبعا. عمل ايه؟ اما غير في اسلام وطلع محمد ونزل اسلام مثلا، يعني انا بقول اي كلام صحيح. لكن عمل ايه بعد ربع ساعه تلت ساعه مش فاكر بالظبط؟ اول ربع ساعه بالظبط بعد ربع ساعه اقل من 20 دقيقه مغير. هو قال لك ايه؟ قال لك محمد حشيش هيلعب باك رايت فهيبقى كويس مثلا. ما طلعت خايف ظنك من اول باص بالظبط، من اول باص وحش. قام عامل ايه؟ تلت ساعه، اقل من تلت ساعه كان مغير محمد حشيش ومنزل عليه ميهوب مثلا. انت عملت بقى التغييرات بتاعتك. طب انا اقول لك حاجه، لا يعني عايز اقول لك حاجه، دي اخر 54 على الاقل حتى ابتدي بلاش اغير عشان ما اخسرش تغيير من بدري يعني. عشان ما اغيرش من بدري واخسر تغيير، اغير في الملعب. ما هو انت ممكن بالزبط. تغير لعيبه في الملعب هو يعني انت اصلح يعني لغايه بس ما ايه يا محمد انت مش كده ولا مش كده، مش تصلح. انت مش هتغلط تغلط عشان تصلح، اما اكون اغلط في لعيب عليه كلام. انما مصطفى محمد يعني اسال اي ولد صغير في الشارع بس
هو بيلعب محترف في تركيا وبيلعب راس حربه وهايل وبيعمل كويس يا ابني بيلعب بدماغه كويس قوي بيجيب طب انت عايز ايه؟ وايام الزمالك يعني لو سالت اهلاوي سالت زمالك هيقول لك مصطفى حمدي كان بيلعب له الكره بالعرض ويطلع بدماغه يحط جول مميزات يعني يا بص يا اسلام ما هو المدير الفني طب كفايه يعني تقطيع ولا ايه؟ لا خالص لا ده عايزين نقول حاجه ثانيه بس احنا عندنا ماتش السبت وعندنا مدير الفني بقول لعلاء عليها المدير الفني من مميزاته المدير الفني الناجح ان انا كل لعيبه لعبوا في احسن مكان بيبدع فيه لان لما اسلامي بيلعب في مكانه بقى كويس محمد علاء اي اسم في الاخر الشكل العام كله فرقتك هتبقى كويسه انت امبارح عامل العكس بسم الله الرحمن الرحيم انت عامل العكس من اول اربعه لورا امبارح بس معلش امبارح كانت خلينا في امبارح اصلا كانت محمد امبارح كان كل اخطاء الكوره ممكن تخلف حياتك انت بادئ كل الفرقه وحشه يعني هو عامل اخطاء غلط او عامل حاجه غلط وفي نفس الوقت ال11 واحد وحشين او 10 من ال11 وحشين عشان يا اسلام انا لعيب كوره ما انا نفسيا برضو يعني انا منزل انا عارف ان انا مش هلعب في مكاني فهحاول ادي واجري هعمل اي حاجه يعني مصطفى محمد ده ما يعرف ان هو على الطرف مثلا من بالليل قبل المحاضره بتاعه المباراه تخيل انت هتخيل الشكل ازاي انت بتقلله هو نفسيا هو اوريدي نازل طبعًا. مش مقتنع طبعًا. بمكانه مش مقتنع بكلامه مش هنوصل مكانه. ولا مش هنوصل يعني للدور القادم لا هنوصل ان شاء الله لا هتوصل لا هنوصل يعني اصلا هتوصل الاهلي بكره هيعمل ايه والله التشكيله بقى الجديده بس دايما يعني مش هنعرف نقول تشكيلات ولا مش يعني مش هنقدر نقول حاجه بس تجارب كتير قبل كده مش هنقدر كمان مش عارف يعني مش عارفين هيلعب بمين يعني انا اقصد ان النادي الاهلي يعني في تجارب قديمه كان بيلعب بالناشئين كلهم لظروف معينه وكسب زمالك فانت برضو روح الفانيلا واللعيبه على فكره كويسه عايزه فرصه فممكن تدي كل اللي عندها وكلهم جعانين للماتشات وعايزين يعملوا حاجه وعايزين يثبتوا نفسهم فممكن تبقى ايجابيه ان انت تكسب كابتن علاء يعني هو الطبيعه تبقى تجربه ممتازه بس مطلوب حاجه الصبر على اللعيبه دي لان انت الاول مره يا اسلام زمان ما كنت بتلعب ناشئ او اتنين كان بيبقى حوالي 3 4 5 6 لعيبه قدام فانت مش حتى السنه دي القدام هيبقوا قدام بس ممكن ما يكونوش بقالهم كتيره ما لعبوش بالظبط لكن انت بتلعب مجموعه صغيره ارجو الصبر وهما مع الوقت ان شاء الله هيبقوا كويسين انت بتفكر يبقى عندك صف ثالث بقى كمان شهر ماشي ان شاء الله رب العالمين فبتمنى بس هو انا متاكد بكره ممكن تلاقي رهبه في الاول ممكن الشوط الاول فيه سنه رهبه لكن في حاجه مضمونه هتلاقي كميه جري كويسه جدا الروح موجوده ما تتكلمش عنها دي موجوده في النادي الاهلي وانت عندك 10 سنين فدي اللي ضامنها بتمنى ان شاء الله لكل لعيب بس ياخد التجربه من غير ضغوط منتخب مصر طيب بس منتخب مصر هيوصل يعني ولا انا هيوصل الدور القادم هيوصل خصوصا تعادل امبارح كمان السودان ده كمان و... عندنا فرصه الا اذا انت والد كفايه الا اذا فرص كتير الا اذا انت عندك ماتش الجاي غينيا هتكسب فرقه كويسه وبتجري باللي احنا شايفينه برضو يعني هي قلقك يا اسلام يعني تعدي الدور ده اللي هتقابله بعد كده هو ده القلق الاكبر ما هو الجزائر يا لا هو السؤال بقى اسلام يقول ايه السؤال بقى هل هو هيتدارك الحاجات اللي احنا قلناها دي في الماتش اللي جاي ويعدل الدنيا ولا هيفضل مش عارف يجاوب برضه وخلي بالك السؤال صعب اول حد قال لك يوم غير السبت الساعه الماتش الساعه كام الساعه 9 بالليل طب تخيل انت اتفاجئت بقى اتفاجئت بنفس القصه هتعمل لا 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 هتعمل ايه لا هتعمل ايه هتعمل ايه مش هنعمل حاجه مش كده مش هتعرف تعمل حاجه مش كده يعني ما احنا بني ادمين في الاخر الواقع بيقول ايه مش انا وعلاء يعني لا كوبايه كركديه تهدي الاعصاب كوبايه كركديه تهدي الاعصاب ما اتفرجش على الماتش لا خلاص انا بشكركم جدا يا كابتن علاء شكرا جزيلا يا كابتن حشيش على وجودكم معانا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل زي ما دايما متعودين مع حضراتكم كل يوم اربع الساعه 12 وربع كده بنسحب المسابقه ان شاء الله السيجمنت القادم او الشوية اللي جايين هيكون سحب المسابقه للمتسابق الثاني اللي هيكسب معانا النهارده ويسافر معانا ان شاء الله الامارات عشان يتفرج على مباراه الاهلي ومونتيري المكسيكي الاهلي ومونتيري المكسيكي ان شاء الله حتى الان يعني لغايه يوم 5 اللي هيسافر يوم 4 ويرجع يوم 6 ان شاء الله يروح يتفرج على المباراه من داخل استاد من داخل ارض الاستاد ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ويستطيع ان يفوز فيه ان يفوز فيها ويصل بعد كده بقى للرابع والثالث والرابع ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر بعد الفاصل المتسابق الثاني للسفر لمشاهده مباراه الاهلي ومونتيري بعد هذا الفاصل كالعاده يوم المسابقه او يوم الفائز من سيفوز بثاني تذكره ان شاء الله معانا أو مع قناة الأهلي الحقيقة علشان يكون متواجد في كأس العالم للأندية إن شاء الله يوم 5 فبراير
لمباراه النادي لمشاهده مباراه النادي الاهلي ونادي مونتيري المكسيكي. كالعاده دايما كل يوم اربع الساعه 12 وربع 12 وثلث بيكون معانا الاستاذ محمد ابو العيله. الاستاذ محمد طبعا مندوب من وزاره التضامن الاجتماعي صح كده، بيكون معانا علشان يسحب او يقول هو مين اللي كسبان. انا النهارده انا عملتها المره اللي فاتت الحقيقه، والاستاذ محمد سمح لي بكده. النهارده استاذ محمد بقى هو اللي هيقوم ويسحب من سيكون الفائز معانا ان شاء الله ان شاء الله في الاهلي في المونديال النهارده لتاني متسابق. اتفضل يا استاذ محمد. طب تعالى معايا. اتفضل انا هاجي لك احنا مع بعضنا. اتفضل يا استاذ محمد. يعني دايما زي ما حضراتكم شايفين كل يوم أربع بنبقى حريصين على التواجد مع حضراتكم على الهواء مباشرة. يكون معنا كمان مندوب وزارة التضامن الاجتماعي، وهو إن شاء الله النهاردة اللي هيسحب من سيكون الفائز في هذه المسابقة. اتفضل يا استاذ محمد، حضرتك عارف بقى النظام. بس انت قول لي ستوب بقى. أنا؟ لا، لا. ماشي ماشي، اطلع شوية تحت وانزل تاني اللي انت تقول. أيوة بالظبط، يعني خليك ما بين تحت وفوق كده علشان ما يبقاش إيه، يبقى صاحبنا سوا حتى. بالظبط كده، انزل كمان ماشي. نطلع فوق تاني بقى يا استاذ محمد. حاضر حاضر. لا يا استاذ محمد، ده احنا يعني احنا بنتعلم منك يا ريس، احنا بنتعلم منك يا ريس. عايزين ايه؟ عايزين نختار حد عشان اهو احنا يا جماعه بعيد اهو علشان برضو كل حاجه. ايوه انزل تحت تاني يا استاذ محمد. ايوه اتفضل. ستوب، لا اطلع تاني. ماشي يلا كمان كمان واحده. يلا ستوب، لا تو كليك، خلاص هي دي، هي دي اللي طلعت. قول لنا بقى الفائز. اخر اربع ارقام 1 3 7. اخر اربع ارقام الفائز هيكون معانا 1 3 7 يا استاذ محمد. تمام يا فندم. اتفضل. انا اقوم بقى انا كده خلاص اهو، انا خلصت. انا اقوم انا اشوف الرقم. اي بتاع واحد. إذن الفائز اللي هيكون معانا على الهواء مباشرة للمرحلة القادمة أو للتذكرة الثانية إن شاء الله في الأهلي في المونديال رقم آخره 1 3 7. 1 3 7 هو الرقم اللي هيكون معانا إن شاء الله الفائز الثاني أو المتسابق الفائز الثاني على هذه المسابقة. الأهلي في المونديال، ارجع لنا بقى مرة ثانية اتصلوا بيها شباب وهتهولنا معانا مرتين برضو زي اللي احنا دايما بنقوله لحضراتكم. طيب اتصلوا لنا بيه علشان يكون فائز معانا ان شاء الله. وزي ما قلت لحضراتكم هيكون الفائز في هذه المسابقه هيكون متواجد مع قناه الاهلي ليشاهد مباراه النادي الاهلي ومونتيري المكسيكي. زي ما قلنا لحضراتكم شنطه سفرك هي اللي هو التريننج كده، يوم تيجي بيه وتحضر معانا الماتش ان شاء الله وترجع بألف سلامة. الفائز الثاني الاسبوع اللي فات كان معانا فائز استاذ اشرف احمد زكي على ما اتذكر، صح؟ صح يا شباب ولا ايه؟ حد يقول لي صح؟ مظبوط مظبوط صح؟ الاستاذ اشرف احمد زكي هو، اصل انا فاكر احمد زكي علشان الله يرحمه الله يرحمه ممثلنا الكبير واستاذنا الكبير الاستاذ احمد زكي طبعا. فالاستاذ اشرف احمد زكي هو الفائز الثاني، هيكون الاستاذ احمد محمد عبده. الاستاذ احمد محمد عبده من العاشر من رمضان والفائز الثاني، وهيكون معانا على الهواء مباشره. استاذ احمد الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. الله يبارك فيك. الف مبروك. يعني سعداء جدا طبعا بوجودك معانا وسعداء جدا اولا بسماع صوتك واكون مع حضرتك على الهواء. يعني ربنا يخليك. النادي بتاعنا بقى، النادي بتاعنا بتاعنا. لا مش هسالك السؤال بقى، انت اهلاوي ولا مش اهلاوي؟ 100% اهلاوي يعني. ها اهلاوي من ايام هقول ايه 82. من ساعه ما اتولدت. ونزول الكابتن الخطيب بالكاس من على الطياره مع الكابتن الجهر الله يرحمه. انت عندك كام سنه يا استاذ احمد؟ انا 45. قد بعض يعني انا وانت. بصره بصره خلي بالك. جيل واحد. جيل واحد يعني. انت مواليد 76. ايوه يا كابتن صح بالظبط كده. شهر كام بقى عشان ايه نبقى عملنا السيرفي كله؟ مارس. مارس؟ طب كل سنه وانت طيب. انت لسه مكمل 45 سنه يعني. ادخل في 46 بقى. ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد. عندك اولاد موجودين؟ عندي بنتين شهد وشروق. نعم يا فندم.
عندي بنتين شهد وشروق. شهد وشروق لسه صغيرين ولا ايه؟ ثانويه عامه بقى و... بسم الله ما شاء الله. بقول لك ايه، انت غزهم بقى وقول لهم ان انت هتسافر. ايوه انت تعرف حضرتك كابتن، معلش هاخد وقتك دقيقه. اتفضل. انا برضو كان لي حظ في مباراه ريال مدريد تذكره برضو حضرت بيها الماتش بتاع ريال مدريد. بس ريال مدريد كانت هنا في 2001. في 2001 يا ده من 21 سنه. ما انا ورا النادي كعب داير يعني، ما تقلقش. ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد، وان شاء الله نشوفك قريبا ونتمم كل الاجراءات. بس انت واخد الفاكسين وكل حاجه تمام يعني؟ واخد على حسب المسابقه، الجرعتين والباسبور صالح وكل حاجه. طيب الف مبروك يا استاذ احمد، ودايما مع النادي الاهلي في كل مكان. الله يخليك ومبروك، وانا سعيد جدا والله ان انا اكون يعني ورا الاهلي في كل حته يعني. احنا اللي سعداء بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا. المتسابق الثاني لفائز معانا في هذه المسابقه الاستاذ احمد محمد عبده، عاشر من رمضان. وزي ما حضراتكم سامعين بقى، احنا دايما بنحب نسمع الاغاني الحلوه دي دايما ونبقى مبسوطين بيها وسعداء بيها. الف مبروك، لسه الحق، فاضل لنا اسبوعين. احنا بنحاول نزق شويه ان هم نخليهم كمان يطلع معانا واحد خامس، لكن ان شاء الله حتى هذه اللحظه انا ما بقولش اي حاجه خالص. حتى هذه اللحظه احنا اربعه بس اللي هيسافروا، اثنين تم الاعلان عن اسمائهم، وان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي يتم الاعلان عن الاسم الثالث، وان شاء الله يوم الاربعاء اللي بعده يتم الاعلان عن الاسم الرابع. الحقوا بقى خلال هذه الفتره ان شاء الله تكونوا معانا، نشوف مين سعيد الحظ اللي هيفوز معانا. السؤال هنقوله امتى؟ طيب قول لنا. اروح اقعد ولا خليني واقف؟ اروح اقعد بقى عشان هننوه على مع حضراتكم على السؤال الجديد اللي هيكون معانا ان شاء الله في هذا الاسبوع. طب قولوا لي يا شباب السؤال عشان انا مش لاقي. انتوا فين؟ اوكي. في مسابقه الاهلي في المونديال، ما هو افضل مركز حققه فريق الاهلي في كاس العالم للانديه؟ الاجابه رقم 1 الاول، الاجابه رقم 2 الثاني، الاجابه رقم 3 الثالث. مره ثانيه، ما هو أفضل مركز حققه فريق الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الإجابة رقم 1 الأول، الإجابة رقم 2 الثاني، الإجابة رقم 3 الثالث. فكرونا بقى بأرقام التليفونات عشان أنا طيب هتقدر تتصل أو تبعت رسالة من موبايلك تتضمن رقم الإجابة الصحيحة. يعني إيه؟ يعني هتقول رقم 1، رقم لو هي الاجابه الصحيحه رقم 1 هتقول رقم 1، الاجابه الصحيحه رقم 2 هتقول رقم 2، الاجابه الصحيحه رقم 3 هتقول رقم 3. اتصل من موبايلك او ابعت مسج على رقم 1795، الارقام امام حضراتكم، او من اي خط ارضي على 0909500 وسجل اجابتك. برضو علشان تبقوا حضراتكم معانا، اي حاجه بتبعتوها على السوشيال ميديا ما بتتحسبش، احنا ما بنحسبش الحاجات غير اللي بتيجي على الارقام، المسجز اللي بتيجي على الارقام 1795 او من اي خط ارضي على 0909500. بعتوا بقى طوال هذا الاسبوع علشان ان شاء الله ان شاء الله يكون معانا يوم الاربعاء القادم متسابق ثالث، ان شاء الله يكون معانا في مسابقه الاهلي في المونديال. بشكرك جدا يا استاذ محمد، اشوفك الاربعاء اللي جاي. الف مبروك للفائز. ان شاء الله باذن الله نشوفك الاربعاء اللي جاي ان شاء الله وتسحب لنا واللي بعده. الله يخليك. خلص اربع اربع بس عليكم يعني وعلى جمهورك. شكرا جزيلا. وبنقول لك تحيات ناس كتير، كل ما حد يعرف ان جاي يشوفك يقول لي سلم لي عليه، فناس كتير حبيبي ربنا يخليك. حضرتك طبعا الناس المحبوبه يعني جدا. ما شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. طبعا هطلع فاصل، وبعد الفاصل عندي الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، هنتكلم عن اهم حاجه بنشوفها الحقيقه في كره القدم خلال هذه الفتره. عندنا ماتش الاهلي بكره والجونه نتكلم عنه، عندنا برضو ما يحدث مع منتخبنا الوطني والموضوع اللي داير دلوقتي واللي بيحصل. هل انت مع كارلوس كيروش ولا ضد كارلوس كيروش؟ هنسمع من اساتذتنا الكبار الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عبد الحكيم ابو علم، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوصي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ اهلا وسهلا. كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. استاذ محمد خليني ابدا معاك وما نشاهده في كاس الامم الافريقيه من مشاكل لا تحدث الا في امم افريقيا فقط. يعني الحقيقه المشاكل كتيرة جدا، مشاكل صادمة، مشاكل لا تليق بتنظيم كبير جدا. مع احترامنا طبعا للكاميرون وتقديرنا لكل الظروف الموجودة في القارة الأفريقية، لكن لأول مرة نشاهد أشياء كثيرة جدا لا تليق بكأس الأمم الأفريقية. يعني لما نيجي في ماتش مصر مثلا ونيجيريا ونلاقي الكرة بتتغير مرتين ثلاثة في المباراة، حاجة ما بتحصلش حاجة في الدنيا. يعني المفروض الحاجات دي حاجات بسيطة جدا وأفكار بسيطة جدا الحكام بيتمموا عليها قبل المباريات. الكور ده أبسط حاجة جدا، فلما حكم كل شوية ياخد الكرة يطلع بره الملعب واللاعب مش عارف تلعب بيها، دي حاجة. الحاجة الثانية لما نلاقي تدريبات بتلغى لأسباب أمنية كتيرة جدا، منها تدريب منتخب مالي قبل مباراة تونس، منها تدريب منتخب تونس النهاردة بعد المباراة كان بيعمل معتاد إن يعمل حاجات استشفاء، فطبعا منعوهم إن هم يتمرنوا علشان فيها حاجات إرهابية. تخش بقى على الكوارث التحكيمية اللي حصلت النهاردة، اللي حصل في ماتش مالي وتونس شيء خيالي وشيء فاضح وشيء كارثي وغير مسبوق على الإطلاق الحقيقة. نعم. إن حكم ينهي مباراة في الدقيقة 85 جان سيكوزوي الزامبي، حاجه طبعا مهزله تحكيميه. بعد كده 89 دقيقه مهزله تحكيميه المقاييس، فيعترضوا فيروح جاي مكمل، فلما يجي يكمل كمان ينهي قبل ما يوصل للدقيقه 90 بثواني وما يحسبش وقت اضافي او وقت ضايع تقريبا استمر من 5 ل 6 دقائق، فتحصل مشكله ثانيه والحكم يطلع بره الملعب ويقول انا مش راجع ثاني ومش هلعب، ويروح جايبين الحكم الرابع عشان قالوا ان هو تعبان. هيثم الرشيدي زميلنا هو لازم يقول لك بقى لازم هيلاقوا المبرر، بس دي اتقالت ان هو تعبان وما قدرش يكمل. تمام. جه الحكم الرابع كمل واستدعى ودخل فريق مالي فريق تونس ما دخلش. طبعا الاجراءات دي كلها طبعا فضيحه لكن شكلها قانوني، يعني ما فيهاش حاجات تعيب الامور. يعني المباراه كملت والراجل جه كمل المباراه، رفض منتخب تونس وفي الغالب طبقا للوائح والقوانين منتخب تونس هو اللي هيدفع الثمن انه خسر المباراه بفارق هدفين، لكنها الحقيقه اشياء لا تليق بكاس الامم الافريقيه. الكل الان يقارن بين البطوله التي نظمت في مصر 2019 والبطوله التي تنظم الان في الكاميرون، لان دي كانت اول بطوله ب 24 فريق اللي كانت هنا في القاهره. الحقيقه مصر عملت تنظيم كبير جدا، يمكن اكثر من حد اتكلم بشكل كبير جدا عن التنظيم اللي كان في مصر، لكن ما ينفعش ان احنا نقارن لان مصر لها قدرات ولها امكانيات خاصه في التنظيم تختلف عن اي دوله افريقيه ثانيه. لكن ما يحدث الان في الكاميرون شيء غير طيب وغير مقبول على الاطلاق. المعلومات الوارده من الكاميرون بقى عبد الحكيم اعتقد ان كلها ان هناك حاله غضب عامه من الجميع. الحقيقه هي البطوله كمان مش واقفه عند اللي هو الاخطاء التنظيميه ومش واقفه عند كمان خد بال حضرتك برضو تفشي او زياده عدد الحالات بتاعت كورونا، برضو ده جزء طبي ومش واقفه عند كم 13 حكم ده في التحكيم بس. والاخطاء كمان الاخطاء التحكيميه كمان الكلام اللي اتذكر يمكن كان من ساعه تهديد امني وان توقي الحذر والمجموعه السادسه ما تطلعش من مقرات الاقامه بتاعتها الا لظروف وحاجات معينه. كمان المستوى الفني بتاع البطوله، انت متخيل يا كابتن احنا 12 مباراه لعبت 12 هدف 12 هدف 12 مباراه. لما تاخد الموازي ليها في البطوله، بتكلم هنا مستوى فني مش بقارن اي حاجه ثانيه، لما تاخد بطوله 2019 كانت في مصر اول 12 مباراه 27 هدف. شوف حضرتك الفارق. احنا النهارده في كاس الرابطه 9 اهداف في 3 مباريات اللي هي بتتلعب تقريبا يمكن بالصف الثاني في اغلب الانديه. فالمستوى الفني كمان ضئيل، اللعيبه متاثره باجهاد، متاثره برطوبه عاليه جدا، متاثره حتى يمكن كان في حاجه لفت اليها بعض الزملاء من شويه ان اعلانات الليد نفسها كمان، يعني حتى جزء الماركتنج التسويق برضه في مشاكل. يعني البطوله مليانه مشاكل بشكل، احنا مش بنتكلم على البطوله عشان نقول ان كان خطا تنظيمها، لا احنا بنتكلم ان البطوله فيها حاجات كتيره جدا كان لازم يتم التوقف قدامها. اهم حاجه كانت الصحه، وجهه النظر الصحه. الصحه كان لازم يتوقف قدامها اللجنه المنظمه قبل ما تاخد قرار البطوله، وده الناتج دلوقتي ان احنا حتى المستوى الفني زي ما حضرتك قلت في الانترو مفيش ماتش لفت انتباهك خالص الا شويه الماتش بتاع كوت ديفوار الاخير. دي حقيقه. يعني 12 هدف في 12 مباراه بوقع هدف في كل مباراه، يعني هل ده المستوى الفني اللي يعبر عن قاره افريقيا؟ ده ماتش كمان جامبيا اللي كان الموجود وموريتانيا، ماتش في دوري المدارس الحقيقه، يعني ماتش ما اتفرجتش عليه. لا كان مستوى هزيل جدا، مستوى متواضع طبعا الحقيقه بعيد تماما.
هو طبعا زياده البطوله ال 24 فريق ده قلل كتير جدا من مستواها. انا اعتقد ان احنا هنبدا نشوف كاس الامم الافريقيه بدايه من دور ال 16 ولما كنا 16 فريق كنا بنبدا نتابع البطوله من دور الثمانيه. يعني انت متخيل الامور وصلت لغايه فين قبل كده يعني قبل 24 يعني. فالحقيقه لغايه دلوقتي فكره 24 على مستوى القاره الافريقيه اتت بمستويات يعني متواضعه جدا لا يليق ليها ان تبقى في نهائي البطوله القاريه المرموقه او البطوله الكبرى في القاره الافريقيه. هم عايزين يعملوا كده في كاس العالم للانديه وفي كاس العالم. بس يا استاذ غوصي المنتخبات الكبيره نفسها سيبك حتى من انت المنتخبات الكبيره ما قدمتش المستوى اللي خليك تتابعها. يعني السنغال 93 دقيقه مش موجوده في الملعب. ما تقوليش ان عندهم 8 كورونا. طب ما ده معناها ان انت ما عندكش بديل. تمام. فلحد الدقيقه 93 الجزائر برضه الجزائر المنتخب المصري خلي بالك موضوع كورونا ده برضه يعني انت النهارده بتبقى نايم صاحي تصحى الصبح تلاقي نفسك مش موجود. انت كمدير فني تبقى عامل حسابك ان عبد الحكيم هيلعب فجاه تلاقي عبد الحكيم مش هيلعب والاصلي اللي هيلعب. ما هو برضه خلي بالك ده كله بيؤثر بشكل سلبي ده على مش دي بقى ده في العالم كله بيحصل كده. يعني في ليفربول بتبقى صاحي نايم بالليل فان دايك هيلعب معاك تصحى تاني يوم الصبح تلاقي فان دايك مش هيلعب محمد صلاح هيلعب. ده صحيح ده صحيح. لذلك كان فكره ان 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 كيروش مصر على 25 يعني ده انا لو اخد 45 اخدهم. يعني لو متاح لي 30 لاعب اخد 30 لاعب. مظبوط. طب ادي اكرم توفيق طلع بره خلاص طلع بره البطوله بتعمل ايه؟ وادي عندك فتوح بره البطوله وممكن كمان فتوح بره البطوله فتوح لا مش بره البطوله يعني بره الماتش اللي جاي على الاقل الدور التمهيدي يعني يعني على الاقل ممكن ماتش او ماتشين عمرو السوليه انت واخده معاك وعمرو السوليه واخده وابراهيم عادل انت واخده ومش جاهز برده في فانت انت ليه من الاول مصر على حاجات غريبه جدا وبتعاند الناس كلها فيها مع ان دي بتديك فرصه ان يكون عندك بدائل متاحه كتير جدا. لحد دلوقتي ما استدعاش ابراهيم عادل رغم ان انت المفروض ده مقيد عندك من ال 28 انت المفروض تعمل له مسحه وتستدعيه طبقا للاصابات اللي موجوده عندك دلوقتي. في علامات استفهام كتيره جدا على كيروش واللي بيعمله. يعني انا مش فاهم لحد دلوقتي يعني انا مش طبعا اتحاد الكره الجديد مش هو اللي هيتحمل المسؤوليه بس كابتن محمد بركات وكابتن حازم امام لازم يكون لهم دور مع المنتخب يسافروا يتكلموا مع اللعيبه لان انا شايف ناس كتيره بتتكلم كيروش اخطاء كتيره جدا طبعا ولا خلاف لكن فين روح اللعيبه فين فين الروح اللعيبه ما كانش المستوى اللي احنا متخيلينه. حتى النهارده الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اتكلم فين الروح احنا عايزين الروح نرجع للروح مش اللي ظهرنا بقى في 2019. فانت هتقول لي اخطاء مدير فني طب واللعيبه فين ده احنا الارقام يا كابتن اسلام الارقام بتاعت المباراه ارقام كارثيه 22 هجمه لنيجيريا احنا هجمتين انا بديك بس مثال بسيط جدا تخيل شوف الفرق الكبير بيننا وبين نيجيريا طبيعي انك تخسر من نيجيريا نيجيريا تصنيف خامس او تصنيف اول وانت تصنيف تاني يعني وارد هو ند معاك نيجيريا طول عمرها قطب فايه المشكله انك بس تلعب بس خلي بالك برضو يا عبد الحكيم احنا امبارح لم نظهر بشكل جيد ده 90% من اللاعبين اللي موجودين ما كانوش في مستوى في 20% من مستواهم لا تخيل لو وصلنا ل 50 60% من المستوى حلو حتى لو انت غيرت المراكز حصل تغيير طب فين اللعيبه؟ فين المستوى؟ فين الروح؟ فين الروح اللي احنا كنا نتمنى نتمتع بيها؟ هتقول لي حط مصطفى محمد وينج ومحمد صلاح مهاجم طب هو في الملعب هيقدر يقول لمحمد صلاح لو رجعت لعبت جناح يقول له انت لعبت جناح ليه؟ طبعا يا حكيم ازاي مدير طبعا فني طبعا ده مدير فني بيطلب منك فني انا لو مدير فني طلب مني العب باك شمال ما تعملش هجمه واحده بس لا مش هيقدر يتحرك لا ما تعملش هجمه واحده طول الماتش لا يعني انا طبعا انا عكسك في عمليه اللاعبين انا ابرئ اللاعبين تماما لا ابرئ اللاعبين لا انا ابرئ اللاعبين لا ابرئ اللاعبين لكن بس يا كابتن يعني مصطفى محمد تحاسبه ازاي وهو اصلا احاسبه بقى احاسبه على الجانب الاخر على الروح على الجري هيعمل روح ما هو مهما عمل روح لا لا مش عارف يلعب الكوره لا 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 واخد بالك يعني انا مثلا لو يعني تلعب لو مثلا عندك ابراهيم حسن لو لعبته باك ليفت ما هو هيلعب مش هيبقى كويس مش بس كويس. هيلعب باك ليفت هيحاول بس مش كويس بس هيموت نفسه وهيتعب وهيجري وهيعمل وبتاع ما شفناش الكلام ده برضه من بعض اللاعبين يا استاذ غوصي محمد صلاح وهو نجم واحد من اهم ثلاث لعيبه في العالم ارقام محمد صلاح 20 تمريره 10 صحيحه 10 خاطئه محمد صلاح اهم ما يميزه في ليفربول دقه التمريرات بتاعته
وارجع لارقامه. محمد صلاح ما وصلتوش كوره اصلا اشتغل. لا محمد انا بشوف ان الجزء الامامي مش بص يا كابتن، انا اللي اقصده ايه ان اللعيبه يتحملوا جزء من المسؤوليه طبعا. انا مش بتكلم على الجزء الاكبر، انا مش بتكلم محمد كارلوس كيروش طبعا. احنا هنتكلم على ان كارلوس كيروش هو المسؤول الاكبر على الشكل اللي احنا ظهرنا بيه طبعا. انا معاك لعده اسباب تتعلق بطريقه اللعب وتتعلق بمراكز اللاعبين التي لديه اصرار كبير جدا على تغييرها وتبديلها بشكل غريب جدا وشكل ما حدش مقتنع بيه في العالم غيره هو. يعني لما تيجي مثلا تقول تريزيجيه اللاعب اللي بقاله 9 شهور ما لعبش ربع ساعه واجي ابدا بيه اساسي، اللي كروش مقتنع بيه انه هيبدا اساسي، ده حاجه غريبه جدا. تخش على مصطفى محمد اللاعب اللي موجود طول عمره في جوه الصندوق مهاجم صريح يوديه ناحيه اليمين، محمد صلاح جناح يمين وبيلعب وبيجيد ويتميز ومختار كافضل لاعب في العالم ومهداف الدوري الانجليزي من المنطقه دي، بتدخله راس حربه فبتنقص منه كتير جدا. فمشاكل كتير جدا وعدد كبير جدا من اللعيبه اتغير مراكزهم، فالدنيا ما كانتش واضحه والامور ما كانتش مظبوطه، فده عمل لخبطه لدرجه ان اللعيبه مش عارفه تلعب، انت مش عارف تعمل هجمه، الفريق كمان مفتقد القائد اللي موجود في الملعب، ما عندوش اللاعب اللي يلعبه، فالدنيا تايهه وسط الملعب مفقود منك تماما. مش القائد البلاي ميكر اللي هو بيحرك اللعبة. ايوه اللي بيحرك منك. طبعا ضغوط كتيره جدا اتعرض ليها كروش على مدار من الماتش لغايه النهارده، وكل الجهاز الفني اللي موجود من المؤكد هتكون في تغييرات كبيره جدا وجذريه في المباراه المقبله ان شاء الله يوم السبت. هل انت متاكد بالكلام ده؟ لان انا كنت لسه بسال كابتن علي وكابتن حسين. معلومه، متاكد من المعلومه. معلومه لن تغير طريقه 4-3-3، لكن سيكون تغييرات كبيره جدا في اللاعبين بحيث ان الدنيا تتظبط والمراكز تتظبط والمراكز تتظبط وتنزل لعيبه تقدر تنفذ الشكل الخطط اللي هو مطلوب بنسبه كبيره جدا وبنسبه مؤكده هيكون في تغييرات كبيره جدا في ارضيه الملعب وفي اللاعبين اللي كنا موجودين اللي هينفذوا المباراه في بدايه المباراه اللي جايه. تعرف مين؟ تعرف تقول لي مين اسماء اللاعبين؟ لا انا ما اقدرش اقول لك اسماء، لكن اقدر اقول لك ان في تغييرات كبيره جدا هتحصل او تغييرات جذريه في امور كتيره جدا هترجع لاصولها، وفي كلام كتير جدا دار كل ما يحدث هنا في مصر وصل لكروش، وان الشعب المصري والجمهور المصري عنده حاله احباط من المنتخب ولابد من يعني تقديم اداء مقنع للمنتخب، وعشان المنتخب يرجع يؤدي بشكل قوي وشكل منظم لابد انه يحصل تغييرات. يعني محمد صلاح يروح مركزه بشكل قوي وشكل مميز، تقدر تلعب براس حربه صريح عندك يا مصطفى محمد يا محمد شريف، مرموش برضو يكون دوره مختلف، زيزو كل دور في المباراه، حاجات من هذا القبيل، التعديلات في وسط الملعب. طبعا الاطراف هيكون فيها تغييرات كبيره جدا لان بعد الطرفين اللي عندك ضاعوا، ففي تغييرات كبيره جدا منتظره في الماتشات اللي جايه. هو ايمن اشرف هيلعب باك ليفت، والباك رايت هيلعب يا محمد عبد المنعم، يا عمر كمال ربما عمر كمال يعني طبعا يعني لان عمر كمال الاقرب اللي انت مين يا مين يا عبد الحكيم اللي ممكن الاسماء اللي ممكن تتغير وتغير الاداء؟ هو انا شايف وجهه نظر زي ما قال الاستاذ اوصي، ممكن ما يعملش تغييرات كتير بس ترجع كل حاجه. لا ده الاستاذ اوصي بيقول لك تغييرات كتير. لا بيتكلم تغييرات مراكز. تغييرات مراكز، تغييرات مراكز، ترجع كل حاجه لاصلها. تمام. مع انك ممكن يعني تدي، لو انت مش مقتنع بعبد الله السعيد طبقا للي احنا شفناه، لان انت بتلعب تريزيجيه، ممكن تدي احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو ممكن يلعبها عند تريزيجيه لان هو لعبها شويه في الزمالك، ولما نزل حاجه كان احسن شويه. عمل فارق. عمر مرموش انا شايف ان هو لسه محتاج شويه خبرات. محتاج خبره افريقيا في ملاعب افريقيا. برضو في لعيبه معينه بيبقى عندها حاله قلق من المباريات الكبيره، ما بتعرفش ما تظهرش فيها، فممكن يكون هو خايف شويه. اعتقد ان لو ممكن كان يستخدمه كبديل هيبقى افضل. بس انا عايش ان احنا عندنا مشكله في مركز الظهير الايمن. يعني مع كامل الاحترام لعمر كمال، اللعب الافريقي غير البطوله العربيه. انت بتلعب في افريقيا، شفت اللاعب اللي لعب على اكرم توفيق ومحمد عبد المنعم، حاجة هتقابله في كل الماتشات حتى لو مع غينيا بيساوي السودان، هتقابل لاعب يلعب عليك هتبقى مشكلة. فعمر كمال يعني أنا شايف إن عندنا مشكلة. يعني كان شايف أنا وجهة نظري كان لازم أحمد فتحي يكون موجود في البطولة دي. هو ممكن مشكلة الناحية اليمين دي وعمر كمال ما تظهرش في ماتشين غينيا وماتشين السودان. مظبوط. هتظهر بعد كده. لا هتظهر بعد كده يعني. لأنك أنت هتبقى بتهاجم وهم هيكونوا مدافعين قدامك يعني. أكتر، فهو هيأدي الدور الهجومي بشكل كبير. هتظهر اكتر في الدور ال 16 لما تتضغط من فرق كبيره. ممكن يتجاوزها ان هو يلعب بثلاثه ورا، ممكن اكيد لها حلول يعني هيشوف لها حلول، لكن لابد ان دي جزء من اخطاء كروش يا كابتن. ان في لعيبه معينه هو صمم ما ياخدهاش. يعني احمد فتحي حتى لو ما كانش بيلعب دور في الملعب كان يبقى له دور بره الملعب. كواحد من الخبرات لعب بطولات افريقيه كتير. فاعتقد ان كان يبقى له دور كنت تحتاجه في الفتره دي. ان انت رايح بظهير ايمن حتى مش اكرم توفيق. فكروش عنده اخطاء كارثيه حتى في اختيار القائمه. زي ما الاستاذ قال
هو المصمم مش عارف كان ليه ياخد 25 لاعب. طب والحالات كورونا؟ طب نفترض انت بقيت زي اي منتخب كان فيه 6 او 7 حالات، كنت هتلعب بمين؟ يعني شوقي بقى نرجع شوقي والجمعه وعصام وبتاعه. انت تعرف ان كل الارقام اللي بتتردد على عقد كيروش غير صحيحه؟ يعني ايه؟ يعني عقد كيروش كارثي بالمعنى الحرفي وارقام خرافيه. معاك العقد؟ اه. فين هو؟ لا دهولنا نطلعه طيب عشان يبقى عادي. كروش 180 ألف يورو في الشهر. مش 120 ولا 130 زي ما الناس قالت. لا ده هو جهاز المعاون. طلع لك 90 يورو. يورو هو جهاز المعاون. طب اذا كان الدكتور اسر صبحي النهارده قال 90 ألف. لا لا 180 ألف يورو هو والمساعدين اللي معاه، لان الناس بتقول لك من غير الضرايب. طب ما هو اتحاد الكوره بيدفع الضرايب. لا ما هو ده الدكتور اشرف قال 90. انا بقول لك 180 هو الجهاز. أو احمد مجاهد مش فاكر برضه طلع النهارده الدكتور اشرف صبحي ما قالش الرقم. اللي قال الرقم عامر حسين قال لك 130. الجهاز المعاون بالضرائب 180 ألف يورو. المفاجأة بقى ان تدي له 150% لو انت مشيته بعد بطولة افريقيا. 150% ده حاجة كارثية. يعني خمس شهور تدي له 7.5 شهور. المفاجأة بقى اللي محدش قالها يا كابتن اسلام. كيروش لو وصل كاس عالم، لو وصل كاس عالم وان شاء الله هيحصل، وحبيت تمشيه هتدي له 3 أضعاف الفلوس اللي خدها. 3 أضعاف. هيكون خد 7 شهور، اشتغل 7 شهور، هتدي له 3 أضعاف الفلوس اللي خدها. انا بصراحه مندهش من الناس اللي عملت العقود دي ومش فاهم ازاي ما يتمش محاسبتها. طب ما هو نفسها عقد فنجاده. ده عقد فنجاده لو مش ياخد عقده كامل لحد نهايه السنه. مش لو انت مثلا لو صعدنا، لو لعبنا المباراه الفاصله كابتن اسلام، بص الكارثه، لعبنا المباراه الفاصله وصعدنا وحبيت تمشيه وتغيره وتجيب حد يلعب معاك في المونديال. لا ما ينفعش. تمام. لا لو حبيت تمشيه تدي له 3 أضعاف الفلوس اللي خدها. يعني هو خد اشتغل 7 شهور تدي له 3 أضعاف ما يوازي ما يقارب 55 او 56 مليون جنيه عشان تمشيه. انا مش فاهم بصراحه. لازم يكون في حساب للعقود اللي اتعملت دي. ما ينفعش انها تتساب كده لان انت ربطت واحد معاك. طب نفترض المستوى ده طلع وكمل معاك، هتعمل ايه؟ نفترض طلعنا واحنا ما تمناش، طبعا نتمنى ان احنا نرجع ونعمل مستوى كويس جدا ونوصل لابعد مدى. نفترض الشكل ده والتاليف اللي بيعمله استمر معاك، هيمشي مهما كانت تعمل. بقول لك وانا قاعد كده جالي سؤال في دماغي، هو لو لا قدر الله خرجنا يعني من دور اللي احنا بنلعبه ده او دور الستاشر، لا ده ورجعنا، مين اللي هيكمل، كاس الرابطه ولا الدوري؟ لا كاس الرابطه. كاس الرابطه هتكمل؟ اه. مش الدوري؟ لا مش الدوري. ما ليه؟ هيكملوا كاس الرابطه في كل الاحوال. يعني مهما عشان الاهلي هيبقى عنده لعيبه لسه بره. مهما كانت الظروف. طب ما الاهلي لسه عنده لعيبه بره. بس انا اعتقد ممكن الزمالك عنده لعيبه، ممكن يلعب الدوري وهيبقى عنده 2 توقف دولي في شهر مارس وشهر 6 يعمل فيهم الرابطه. مارس مباراه فاصله، بس لازم يستكمل الرابطه لغايه الدور نصف النهائي ومش هيقدر يلغيه. ده سؤال كده برضو يعني جه في دماغي. لا ده سؤال، سؤال مهم يعني ممكن نساله للناس برضو عشان كله. لو رجعنا بعد الدور الاول نعمل ايه؟ نلعب دوري ولا رابطه؟ المؤكد ان الرابطه هو هيكمل رابطه يعني في كل الاحوال. هو هيكمل نهايه الشهر ده رابطه خلاص نهائي. رحت كسبت طلعت جيت انت رابطه لغايه اخر الشهر ده. وبعد كده يبقى بعد كده هيخش على الدوري بقى طبعا. يعني ممكن بقى لانه يعني مثلا الاهلي ممكن يقول لك انا عندي علي في تونس وعندي انا طبعا عندي مثلا يعني. والزمالك عنده بن شرقي موجود، والزمالك عنده بن شرقي وعنده المسلوسي وعنده الجزيري وبيراميدز عنده يعني. لا فطبعا في لعيبه هو مش هيبوظ الدنيا كلها علشان يرجع تاني. لا هو ما يقدرش فعلا، هو ما يقدرش فعلا على فكره. يعني حتى اللوائح والقوانين بتقول لك لو في لاعب مستدعى بس، وده السبب اللي خلاه اجله ماتش بيراميدز على فكره، ماتش الاهلي وبيراميدز. وطلع عامر حسين وضحها قال لك كذا، قال لك لا. طب ما هو حتى لو لعبت المعسكر منتخب مصر تأجل، تونس ومالي استدعت لعبت الاهلي ولاعيبه بيراميدز ولعبت الزمالك، فخلاص كده الموضوع انتهى، ما ينفعش تلعب. فهو ده السبب برضه، هتضطر تستنى اللعيبه اللي موجوده سواء في المغرب او في تونس او في مالي لحد ما يرجعوا عشان تاخد قرار بعوده الدوري. بقى عايز اروح للاهلي بكره ان شاء الله يا استاذ محمد، مباراه مهمه او بدايه جديده مع موسيماني وعدد كبير من الناشئين متواجد مع اللعيبه. يعني الحقيقه انا شايفها مباراه مهمه بقدر ما هي مباراه تجريبيه. يعني انا اعتقد ان مهمه من الناحيه التجريبيه يعني. يعني النادي الاهلي بيفتقد تقريبا 17 لاعب، 17 لاعب كاملين ما بين دوليين سواء مع منتخبنا او مع المنتخبات الافريقيه الاخرى او المصابين بكورونا او اللي عندهم اصابات. 17 لاعب كاملين خارج اللي تعب، بدليل ان النهارده يعني 5-6 من الاسماء اللي معروفه اللي زي وليد سليمان، محمد محمود وحيد،
صلاح محسن تقريبا وكريم فؤاد ومعاهم مصطفى شوبير، دول الاسماء اللي احنا نعرفها الموجوده. محمد هاني ومحمد هاني بكره بقى سليمان وحسام حسن. بكره بقى كم كبير جدا من الشباب والناشئين هيظهر، يعني ممكن نشوف اهلي جديد خالص بكره في الملعب بشكل مختلف. وكمان دي انا بعتبرها فرصه كويسه جدا انك انت تشوف اللعيبه دي، ربما تطلع لك باثنين ثلاثه لعيبه مميزين كويسين. اعتقد ان هي تكون تجربه وفرصه كويسه جدا للمسلمين ان يتفرج معاك 14 لاعب من الناشئين والشباب. اعتقد ان هم فرصه اليوم ان هم يشاركوا في الدوره دي. الاهلي قدامه ثلاث مباريات في الدور الاول، اعتقد هو واخدها ان هم يلعبهم سواء كمل او ما كملش. ظروف صعب ان الاهلي يكمل، لان الاهلي هو معاه الخمسه التانيين بيرستاو وميكي وعبد القادر وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وكوكا، اعتقد دول كان هيفرقوا كبير جدا، لان ده القوام الاساسي بتاع فريق النادي الاهلي كان هيبقى موجود. لكن القوام الرئيسي بتاع فريق النادي الاهلي مش موجود. انت تقدر تقول تقريبا في حسين الشحات بره، وفي طاهر محمد طاهر بره، وفي كتير بره بره، يعني ففي صعوبات موجودين بره كمان، ما دخلوش حتى في القائمه بتاعه بكره. يعني ففي صعوبات كبيره جدا بالنسبه للجهاز الفني، لكن انا شايفها ان دي تبقى فرصه كويسه للصف الثاني في النادي الاهلي انك تشتغل عليها وتطلع لعيبه كويسه، والناس اللي ما بتاخدش فرص تديها فرص، هتبقى حاجه كويسه جدا واضافه كبيره جدا. وفرصه المسلماني في لعيبه جدا ما شافهاش كويس، والدوري ما ادالوش فرصه ان يتفرج عليها ويشوفها بشكل جيد وشكل مميز. يعني انا كان وجهه نظري لا، كنت تجهز المجموعه اللي انت هتدخلهم معاك ال 23 والخمس لعيبه اللي هتوديهم كاس العالم للانديه. يعني انت عندك مشكله دلوقتي اكرم توفيق، حاول يعني تجهز محمد هاني، تجهز كريم فؤاد، تجهز حسين الشحات، تجهز طاهر محمد طاهر بشكل بدني كويس جدا الاربع ماتشات اللي جايين. طبعا هو ما فيش عندك كورونا دلوقتي غير بيرستاو لويس ميكيسوني ورامي ربيع، والباقي كله موجود. عمار حمدي يمكن شويه برد صغيرين، فده ممكن يبرر الماتش. شكل باين انا كان وجهه نظري كان لازم يجهزوا، كان لازم يكون لهم دور. هم مش موجودين ليه؟ خايف يعني عليهم ولا ايه؟ هو خايف من الاصابات، هو يعني مش هيلعبوا بقى الفتره دي خالص. لا 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 مش عارف الماتش ده، بس هو واخد قرار يدي الناشئين. انا كان وجهه نظري كنت ممكن تعمل ميكس ما بين، بس تجهز لعيبتك لكاس العالم للانديه. انت داخل على محفل ماتش مهم جدا، وعندك مشكله انت مش عارف اللعيبه دي هتجيلك امتى، اللعيبه اللي معاك. انت الازمه خلاص، ما احنا بقينا في امر واقع. انت هتلعب سواء اللعيبه جت او ما جتش. فانا كان وجهه نظري انك تجهز. يعني طاهر محمد طاهر محتاج مشاركات كتيره جدا، كنت المفروض تديله الاربع مباريات دول. حسين الشحات محتاج جزء بدني شويه، كنت المفروض تديله. حسام حسن ما لعبش معاك، كنت المفروض تديله. وليد سليمان غايب الفتره عدت، كنت المفروض تديله. عندك مشكله صلاح محسن راجع من اصابه طويله، كنت المفروض تديله. عمار حمدي، طب ماشي، احمد عبد القادر سلبي كورونا، كان المفروض تديله لان كان مشارك نسبه قليله جدا الفتره اللي عدت. كان وجهه نظري انك تدي اربع لعيبه ناشئين وسته او عدد من اللعيبه اللي هم الفيرست تيم عشان تجهزهم لكاس العالم للانديه. طيب القادم يا استاذ محمد بالنسبه لمنتخبنا القومي اخيرا، يعني القادم صعب جدا بالنسبه للمنتخب القومي. انت محطوط دلوقتي في خانه الياك، ما قدامكش حل غير انك انت تخلص الماتشين اللي جايين. يعني ما عندكش اي خيارات تانية غير الست نقاط اللي جايين، لازم تاخدهم بكل شكل من الاشكال. شفنا الفرق اللي موجوده، السودان وغينيا مش فرق سهله على فكره، يعني وما عادش في فرق سهله، يعني في فرق بيبقى عندها طموحات كبيره جدا. شفنا سيراليون عملت ايه مع الجزائر، صحيح الجزائر لعبت ووصلت وضيعت، ومحمد كمارا جون سيراليون كان نجم المباراه واخد زمانه في الماتش، لكن في النهايه طلعت المباراه دي رون. ماذا لو مباراه قربت معاك بالشكل ده برضه ممكن تبقى تحط في مأزق صعب. لكن في النهايه يعني انا لست قلقا على فكره التأهل، لان في اربعه هيتأهلوا اللي هم احسن توالت موجودين. ده احنا لو ما تأهلناش كده تبقى حاجه كارثيه. احنا والله يا صوص، ما بقول لك يعني عيب جدا في حقنا ان احنا نتكلم. ما بقول لك يعني يعني بص، لما هتوصل لكده يعني لو وصلت لكده انت قدامك يعني لسه فرصه. فانا ما عنديش مشكله باذن الله حتى تجاوز الدور الاول، لكن المشكله الكبرى هتقابلك مع الجزائر او كوت ديفوار. انت الفريقين منتخبين هتقابل هم دول المرشحين ان هم يتاهلوا انك تاخدهم. فالموقف صعب. يعني هنشوف كيروش هيعمل ايه في الماتشين اللي جايين، يعني حسب معلوماتي ان في تغييرات زي ما قلت لحضرتك في مراكز كتيره جدا، واعاده كل شيء لاصله، وان الامور تنضبط ويبطل التاليف والحاجات اللي عندي بتاعه، الحاجات اللي بيعملها. اذا عمل كده والراجل واشتغل بشكل كويس جدا وادى فرص للاعيبه اللي موجوده معاه والكفاءات اللي موجوده معاه، اعتقد ان احنا نقدر نعمل حاجات كويسه. لكن انا بشكل عام مش متفائل. عبد الحكيم، انا اتمنى ان الجهاز المعاون يكون ليه دور. يعني بصراحه انا عندي 100 علامه استفهام. انا عارف ان كلهم اصدقاء حضرتك، بس انا بتكلم بمنطق. لا انا مش مساله اصدقاء، مساله ان اصلا انا هقول لك حاجه برضو. انا دايما في الموضوع ده بعيدا عن ان هم اصدقاء، انا ماليش علاقه، لكن انا في النهايه بقول لك ايه، حضرتك قلت حضرتك معاون ليا، استاذ محمد قصي معاون ليا. حضرتك قلت لي لازم تاخد طارق حامد،
والاستاذ محمد قال لي لازم تاخد طارق حامد. في الاخر قراري انا اللي بختار، يا هقول اخده يا ما هقول. لو انا قلت ما خدتوش والجهاز كله قال ياخده مش هاخده. هو ده الكلام. هو انت تقصد يا حكيم ان يعني هو ملوش دور خالص ولابد يكون ليه صلاحيات ولا هو لا صلاحيات؟ يبقى اتحاد كره القدم بقى اللي يضع الصلاحيات. كلنا شايفين وعارفين كويس جدا ان ضياء السيد ملوش اي صلاحيات، كابتن ضياء السيد ملوش اي صلاحيات. طب كلنا شايفين. انا هقول لك معلومه ان الجهاز المعاون لمنتخب مصر بيأدي شغله بشكل كبير جدا، وزي ما قال الكابتن اسلام بيقدم المعلومات الكامله لكيروش ويقول له مثلا كده. عندك في الناحيه اليمين اسلام كده. الشاطر هو يقول له انا مش مقتنع مش هاخد اسلام. مش هاخد اسلام. مين صاحب القرار الاخير؟ طب ده كارثه كيروش. طب ما هي ايوه لا ما هو كارثه وحلها ايه؟ قول لي حلها. احنا قاعدين اهو على الهوا مع الناس. لكن ايه قول لي حلها؟ بيتكلموا وبيشتغلوا وبينصحوا. لكن انا ككابتن ضيا هذا الاسم الكبير والرجل المحترم كابتن شوقي له اسمه دلوقتي في عالم التدريب، نفس الكلام بالنسبه للكابتن عصام، بالنسبه للكابتن وائل جمعه، كلهم اسماء مهمه وكبيره في بيتكلموا مصر. بيتكلموا مع كيروش وهو اللي بياخد القرار. وهم ممكن يكونوا بلغوا الاستاذ جمال علام اساسا. لانه انا في الاخر ايه؟ انا مش هينفع تديني حاجه اعملها الا من خلال الاتحاد. الاتحاد هو اللي يقدر استاذ جمال او كابتن حازم، الكابتن حازم امام بقى يعني انا اتمنى يعني ان كابتن يعني حازم امام يكون موجود هناك زي ما جمال علام منعه النهارده مثلا ان هو يطلع مثلا. اللي انا فاهمه اللي انا فاهمه ان هو كان المفروض هيطلع مع كابتن احمد شوبير مع كابتن شوبير وجمال استاذ جمال علام رافض ان هو يطلع، لازم قال له تسجل واسمع واقول لك تطلع ولا لا. هي دي مصيبه برضه يا كابتن، انت في بطوله يعني انا مش انا لحد دلوقتي الواقعه لما اتقالت انا مش متفاهم. انت مش مدرك ان انت فين، انت مش مدرك الغضب، مش مدرك اللي انت فيه، انت مش عارف ان المنتخب المصري ما ينفعش يظهر بالشكل ده. احنا ما عندناش مشكله نخسر من نيجيريا، نخسر من اي منتخب، ده كره قدم في الاول وفي الاخر وفي بطوله امم افريقيا، بس مش ده المستوى. ان احنا نروح على فرصه واحده بس طول ال 90 دقيقه ومعانا هذا الكم من المهارات واللعيبه اللي موجوده في الملعب بالظبط كده. انت عارف الميزه اللي عندك ايه؟ او مش الميزه، الحاجه الوحيده اللي الواحد مستغربها ان انت عندك مجموعه رائعه من اللاعبين ممتاز باستثناء طارق حامد وقفشه الاثنين اللي لم يتم اختيارهم. لا بقيت اختيارات كويس، في لعيبه كويسه تقدر تنفذ وتقدر تجيد وتقدر تادي وتقدر تلعب. يعني لما تتكلم عندك محمد صلاح واحد من امهر لاعبي العالم. لا انت لو بصيت للجزء قدام محمد صلاح ومصطفى ومرموش ورمضان وزيزو لا مجموعه إيه؟ قويه جدا. محمد شريف عندك لما شريف. عندك ان شاء الله في وسط الملعب لما السوليه يرجع لك هيديك قوه، وعندك النني، عندك حجازي، وعندك لونش مميزين، عندك حارس مرمى قوام، يعني عندك قوام اساسي رائع ومميز. يعني اصل البعض بيقول لك ايه القماشه عندنا ضعيفه والفلوس مش لا لا القماشه مش ضعيفه، القماشه حلوه حلوه ومميزه يعني الحقيقه يعني. بس الراجل يفصل من القماشه دي يعني حاجه كويسه كده، يعمل لنا يقدم لنا حاجه مبهجه كده يفرحنا مره. القماشه حلوه بس الغزاله مش رايقه. الغزاله مش رايقه. انت متخيل ان احنا بقالنا دلوقتي ثلاث ماتشات على التوالي ما سجلناش ولا جون؟ ماتش تونس مش هو منتخب مصر، ماتش يعني تونس ما سجلناش ولا جون في البطوله العربيه، وماتش قطر 120 دقيقه ها وماتش قطر 120 دقيقه. معقوله يا جماعه نلعب ثلاث ماتشات وماتش قطر 120 دقيقه وماتش نيجيريا ما نسجلش ولا هدف؟ ده دليل على ان الشق الهجوم عند الراجل ميت. لو الجهاز المعاون كان ليه دور يا استاذ اوصي هتتفرج على منتخب مين اللي يضع الجهاز المعاون دور؟ هي واضحه ان في ازمه يا كابتن. ايوه حبيبي بيدوا له معلومات حبيبي انا كل ده احنا عارفين. انا عايز الحل. الحل ما هو الحل في مجلس اداره اتحاد الكره بس خلاص. ما هو ده اللي احنا طب بنقوله. طب سؤالي الثاني مجلس اداره اتحاد كره القدم يجبر كارلوس كيروش على طيب انت معاك اسم كبير زي ده انا مش متفاهم ازاي كابتن حازم. هل من الصح انه يجبر بغض النظر بشكل عام يعني المدير الفني؟ انا من وجهه نظري المدير الفني هو اللي يعطي صلاحيات للجهاز المعاون اللي معاه ويسمع كلامه وياخد برؤيته. لكن ما اعتقدش ان الاداره ممكن تجبر. لو لقيت حاجه غلط أقول. لازم اقول ان في حاجه غلط. طيب انا كرئيس أكيد بلغه الاتحاد اكيد انا كرئيس اتحاد يعني هو دلوقتي اللي موجود في الكاميرون الاستاذ جمال علام والاستاذ واللواء حلمي المشهور يقعدوا مع الراجل في حاجه غلط ازاي يا جمال علام تسمع. طيب انا هقول لك كورونا اللواء المشهور يقعد معاه. انا مش انا مندهش لحد دلوقتي. انت مكلف كابتن حازم وكابتن بركات. طب كابتن بركات في حساسين وكان في الجهاز اللي قبل كده، ليه كابتن حازم مش موجود؟ ليه مش موجود معاهم هناك؟ انا عندي علامه استفهام. عن هيسافر الفوق الثاني مع الاستاذ خالد رمضان ان شاء الله. انا شايف نتيجه اللي احنا فيه دلوقتي
نتيجه عدم المحاسبه في البطوله العربيه. البطوله العربيه لان كان لازم كيروش طيب. بعد ما رجع البطوله العربيه ناس تقعد معاه وتحاسبه فنيا وناس فنيين يقعدوا يحاسبوه ويقولوا انت عملت كده ليه وما عملتش كده ليه وليه مصر على ده وليش مش مصر على ده وهتستفيد بده ازاي ومش هتستفيد بيه ازاي لازم يحاسب. لكن كيروش بيتعامل مع الناس كلها بتعالي وما بيسمعش لحد خالص وما فيش حاجه عجباه. اسمع بقى كابتن كيروش لازم الفتره اللي جايه تسمع لكل الناس عشان الفتره اللي جايه تبقى صعبه جدا ونتمنى ان الصوره تتغير ان شاء الله بدايه من يوم السبت القادم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي ونادي الجونه في كاس الرابطه. اولى مباريات النادي الاهلي في كاس الرابطه هتكون مع حضراتكم على الهواء مباشره كالعاده الحقيقه من خلال استوديو تحليلي في وجود الكابتن ايمن شوقي ومجموعه من المحللين الكبار. ان شاء الله نتفرج على المباراه و بعد المباراة أيضا استوديو تحليلي بقيادة الكابتن أيمن شوقي قبل المباراة يعني وما بعد المباراة. ساعة كام يا كابتن؟ ماتش. ماتش 2:30 فهتلاقي الاستوديو مثلا من 1 أو من 1:30 مثلا. بس فهنشوف بكرة المباراة إن شاء الله وإن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز أو يستطيع أن يعني يستفيد أكبر استفادة من مباراة بكرة إن شاء الله في كأس الرابطة الأهلي والجونة. إن شاء الله يوم السبت لأن أنا هطلع يوم الأحد فإن شاء الله برضه يوم السبت منتخبنا الوطني يستطيع أن يفوز على منتخب غينيا ويستطيع أن يغير هذه الصورة القاتمة الحقيقة حتى الآن وأن يحدث ما هو يناسب الحقيقة الأسماء الكبيرة اللي موجودة واسم مصر الحقيقة قبل أي شيء آخر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني يوم السبت وكل التوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراته في كأس الرابطة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.